مشوار مليان اساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير، بطولات انجازات مشوار مليان اساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. ما زال الأهلي يجلد محليا وإفريقيا، وانت بتلاعب الأهلي أقصى ما يمكنك تحقيقه هو حين تحلم أو تتمنى، وانت بتلاعب الأهلي أقصى حاجة تعملها إن احنا نسمع صوتك. في أفريقيا لنا حكايات مع رادس، ممكن تنافس على البطولة، ممكن تاخد البطولة الكبيرة، ما ظنش. الأهلي والترجي عنوان لفيلم بطولته فريد شوقي ومحمود المليجي. هو ده باختصار شديد جدا لكل مصري، لكل واحد موجود في أرض مصر، مش الأهلاوي بس، افتخر بنادي موجود في مصر اسمه الأهلي. ما عندوش حاجة اسمها مستحيل،
ما عندوش بلعب جوه أرضي أو بره أرضي، ما عنديش حجج، ما عنديش مبررات، عندي هدف واحد بعمله. قليلين في الكتاب في الكلام لكن أفعالنا كبيرة جدا. مبروك لكل أهلاوي موجود في مصر، مبروك لكل أهلاوي موجود في كل الوطن العربي، مبروك لكل أهلاوي موجود في العالم أجمع. الأهلي مش عشان كسب الترجي كالمعتاد، وفي رادس لنا حكايات، لكن مش عشان كسب بس الترجي، الأهلي بشخصيته، الأهلي بمبادئه، الأهلي بقيمه، الأهلي برجولة لعبته، الأهلي بمواقفه، الأهلي بكلمته في الملعب، وهي أقوى الكلمات. كلمة الملعب هو أقوى الكلام مش خارج الملعب. مبروك كابتن حمادة. مبروك علينا النهاردة النادي الأهلي، احنا بنفخر بيه زي ما انت قلت، كل مصر يفخر بالنادي الأهلي. النهاردة بيقدم يعني حاجة رائعة في كرة القدم، في كل فنون الكرة، في كل حاجة، الإرادة والتحدي والقوة والفنيات والتكتيك، ويعني كل التيم النهاردة نجوم. لازم أقول كارتيرون النهاردة نجم كبير جدا، أدار المباراة بشكل رائع، سيناريو رائع، أدوار اللاعبين داخل الملعب غير القوة والحماس، فنيا عاليين جدا، كل واحد قدم أدوار بجد. يعني أنا كمدرب شايف الناس دي بتنافس حاجة، وبتنافس بنسبة 100%، قدر يكسب المباراة من بداية. حس النادي الأهلي ركب الجيم، لعب لو ده خش في الفنيات على طول، ركب الجيم، الضغط العالي، السيناريو اللي معمول المباراة واضح جدا، 25 دقيقة بتعمل ضغط عالي وبعد كده ترجع تلم المسافات، في حاجة متقالة، في انتقالات سريعة، كرة بقت سريعة، القلق اللي كان جوانا من نص الملعب وعدم الضغط والرقابة، النهاردة تفوق غير عادي لهشام وعمرو السولية وناصر ماهر بالذات وسط الملعب. طبعا كل الفرقة النهاردة نجوم، لو مسكت لعيب لعيب في الملعب كله أدي أدوار رائعة، يعني امتياز النهاردة النادي الأهلي في كل شيء. مبروك كابتن حشيش. ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة، وببعت طبعا سلامي وتحياتي وشكري للكابتن محمود الخطيب ان هو كان متواجد في ظل الظروف بتاعته الصعبه. كلمه على الكلام ده كبير جدا جدا، افتكر ان اثره باين على الفريق. وجوده كرئيس بعثه النادي الاهلي في المباراه دي لاهميه المباراه، عارف ان المباراه دي مباراه فاصله للنادي الاهلي، تفرق مع النادي الاهلي قوي، وهي فرقت فعلا مع النادي الاهلي، تكسب تاكد مكسبك على الترجي المنافس التقليدي في افريقيا، بتتصدر المجموعه، ودي حاجة طبعا كويسة، خلاص صعدت طبعا، تعملش حسابات طبعا للمباراة اللي جاية في الصعود، هي بس لتأكيد الصدارة إن شاء الله بإذن الله. وجود الكابتن الخطيب كان له معنى كبير، أفتكر إن هو كان باين على الفرقة، فرقة ما شاء الله كلها على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي كانوا في أعلى مستوى. شهادة نجاح كارتيرون مع النادي الأهلي امتياز طبعا. اعتقد ان هو ادى الثقه لجماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي جمهوره خد الثقه فيه، عمل مباراه ولا اروع طبعا من ناحيه طبعا التكتيكيه، شفنا طبعا هنتكلم في التحليل بعد كده، انما بشكل عام طبعا ببارك للعيبه ان شاء الله، ودي هتبقى دافع ليهم كبير قوي الفتره الجايه سواء في افريقيا او في بطوله الدوري. كابتن اسامه مبروك. الله يبارك فيك يا سيد، حاجه مشرفه رغم الغيابات والنقص في لعيبه مهمين جدا في النادي الاهلي، كلنا كنا متخوفين قبل اللقاء، بس بصراحه اللعيبه طلعوا رجاله، والجهاز الفني ادار المباراه بكفاءه، فمبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك كل واحد بينتمي للنادي الاهلي. مباراه اتلعبت برجوله جدا، حتى في الاوقات اللي كان فيها بعض الخلل، لكن تحس ان في اصرار وتصميم، واللعيبه ادت اقصى ما عندها، رغم انه في ناس خبراتهم الافريقيه لسه مش كبيره، قليله جدا. اول ماتش افريقي طبعا، واكرم توفيق اول ماتش افريقي، مظبوط اول ماتش افريقي مظبوط، رغم كل الظروف ديت بان معدن النادي الاهلي، وقدرنا نكسب الترجي في ملعبه، بقت عقده لجماهير تونس ولجماهير الترجي، فما اقدرش اقول غير كل حاجه كانت ماشيه في احلى، يعني في احلى سيناريو كنا نتمناه،
تصدرنا المجموعه، خلاص الماتش اللي جاي ملوش لازمه لغير في بس تاكيد انك انت تبقى الاول. فالمكاسب كتيره جدا الحمد لله النهارده، يعني مكاسب كتير جدا، تصدر المجموعه، الثقه اللي موجوده في اللعيبه حتى اللعيبه المنضمه حديثا، رسائل لكل الفرق المشاركه في افريقيا مع الاهلي، مفيش حاجه اسمها مستحيل. وفراد زي ما قلت لكم لنا حكايات، يعني على العموم هنروح لزميلنا ومراسلنا كريم احمد، هنشوف محضر لنا مين من نجوم النادي الاهلي وفرحه لعيبه النادي الاهلي بالفوز على الترجي في رادس كالمعتاد. كابتن سيد عبد الحفيظ برحب بك من جديد وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا لينا في رادس ذكريات ولينا في رادس حكايات، وبالفعل النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه. واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ناصر ماهر، بحييك الاول على ادائك، على التركيز الكبير، كان واضح جدا من قيادتك في القائمه الافريقيه ان انت هتادي اداء اكثر من رائع. تقولي النهارده على الفوز وتقولي كمان على مباراه الترجي اللي فيها كبيره. الحمد لله طبعا مبسوط على اول فوز ليا مع في بطوله افريقيا، ويكون مع فريق كبير زي الترجي في ملعب رادس اللي لنا تاريخ فيه كبير، فالحمد لله ومبسوط جدا بالمكسب الحمد لله. قول لي النهارده، يمكن عارف ان كان في تحضير كبير جدا للمباراه، مستر باتريس كان مجهزكم نفسيا، كان مجهزكم فنيا، شايف ان فعلا التجهيز النفسي ده اثر عليكم النهارده ان انتوا تكسبوا رادس، تكسبوا الترجي في رادس زي ما تعودنا يا كابتن؟ طبعا طبعا مستر كابتن طبعا بيحاول على قد ما يقدر ان هو ان احنا نخلينا ان احنا مركزين وما يحطش علينا ضغوطات. كنا حاسين باهميه الماتش النهارده، لكن الحمد لله قدرنا نفوز. الناس كلها يمكن حاطه عامل كبير جدا عليك، ده يمكن بيزود لك عبء كبير ان انت تبقى مطالب بتركيز بشكل كبير، لكن ده اكيد جمهور النادي الاهلي اللي بيطالب يكون ناصر في المرتبه الاولى، ده بينعكس عليك ازاي؟ وحابب تقول للجمهور اللي بيساندك بشكل كبير جدا ناصر. طبعا بشكرهم ومبسوط طبعا بالدعم ده، وانا لسه صغير ولسه بتعلم من اللعيبه الكبيره اللي موجوده، وانا لسه باخد خبرات والحاجات دي انا مبسوط بيها، ومبسوط ان انا مع اللعيبه الكبيره دي، فالحمد لله وان شاء الله اقدر اعمل حاجه الفتره اللي جايه. تقول للجمهور النادي الاهلي كله اللي سعيد بالفوز المميز ده جدا يا كابتن. الحمد لله ان شاء الله بنعكم بالبطوله باذن الله، ونبذل اقصى جهد عشان نفرحهم باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا اكيد يا كابتن سيد، بنبارك للنادي الاهلي، بنبارك للكابتن الفني كابتن محمد يوسف، زي ما قلنا اداء اكتر من رائع، اداء مميز، ويمكن ذكرنا في اليومين اللي فاتوا ان المعسكر سمته والتركيز. كل التحيه لكابتن محمد يوسف وكابتن مستر باتريس كابتنون على فرض السيطره والتركيز الشديد جدا اللي انعكست على فريق النادي الاهلي في المباراه. زي ما بنقول كانت مباراه اكتر من رائعه، وبنتمنى تكون كل المباريات بهذا الشكل باذن الله يا كابتن سيد. بنضم لي كمان كابتني طبعا كابتن هشام محمد. مبروك كابتن هشام النهارده الفوز، مباراه كانت صعبه لكن عدينا ليها بشكل كويس جدا، كانت قراءه فنيه مميزه من مستر باتريس، وكمان انتوا كنتوا على قدر المسؤوليه. حابب تقول النهارده المباراه؟ الله يبارك فيك. طبعا بحمد ربنا وبشكر اللعيبه والجهاز الفني والاداري والعمال وكل الناس، الحمد لله اجتهدنا وعملنا اللي علينا وركزنا كويس قوي، وربنا حالفنا في التوفيق الحمد لله. احتكاكات كتيره جدا النهارده، وكان في التحامات كتيره جدا، كنا خايفين ان اي لعيب بيصاب، لكن بتشوف الالتحامات دي ازاي وهل اثرت عليكم في الملعب؟ وكان في تحذير من الجهاز الفني ان انتم ما تشتركوش ولا لا يا كابتن؟ لا تملي الماتشات دي طبعا بتبقى الالتحامات فيها قويه جدا وبتبقى مهمه جدا، فلا يعني الجهاز الفني اكد عليها بالعكس ان احنا لازم نبقى قوية جدا في التحاماتنا، وهو ده اللي هيفرق وروحنا تبقى اعلى. والحمد لله النهارده يعني بشكر اللعيبه كلها والناس كلها، يعني روح جميله وعملوا اللي علينا الحمد لله رب العالمين، كرم كبير من ربنا وتوفيق الحمد لله. جمهور النادي الاهلي اكيد سعيد جدا بهذا الفوز ومنتظر كمان منكم المزيد يا كابتن هشام. حابب تقول لجمهور النادي الاهلي بعد الفوز الغالي ده جدا هنا في رادس؟ الف مبروك طبعا لجمهورنا، وهو دايما ورانا ودايما في ظهرنا ودايما بيدينا دفعه، وبهدي له طبعا الفوز دوت، وان شاء الله مزيد من الفوز والنجاح واللي جاي بقى احسن. وماتش وخلص، نركز في اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقنا في اللي جاي، والف مبروك للجميع الحمد لله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن سيد، كابتن هشام، محمد، كل النجوم بصراحه كانوا على قدر المسؤوليه رغم الغيابات اللي عندنا. قلنا الاهلي بمن حضر، وبالفعل الاهلي بمن حضر وقدر ان هو يحقق فوز غالي جدا هنا في رادس. النادي الاهلي بيصحح مساره بشكل كبير جدا 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 في البطوله الافريقيه، منتظرين المزيد. واكيد يا كابتن سيد هنكون منضمين معاك في خلال لحظات بسيطه، يكون معانا كمان عدد من لقاءات لعيبه النادي الاهلي، مستر باتريس كابتنون، كابتن محمد يوسف، هيبقى لنا كمان عدد كبير من اللقاءات، لكن برجع لك في الاستوديو كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. سلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة فن النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف.
قرار تونسي عاجل غلق ملعب رادس لو الاهلي موجود في البطوله الافريقيه. كابتن حماده صدي ينضم خالد بن يحيى لكتيبه الاعدام وكتيبه ضحايا الاهلي في رادس، يعني ضحايا الاهلي في رادس صح التعبير. يعني عندك نبيل معلول، فوز البنزرتي، النهارده خالد بن يحيى. احنا قلنا كده، قلنا ان هو كان عايز يخرج من الدايره ديت، لكن الاهلي الحمد لله رب العالمين كابترون تفوق في العالم. المباراه نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي كان هيصنف، يعني زي نبيل معلول مصنف مسك منتخب، كان اكيد طموحه كان يبقى موجود في التصنيف الاول يمسك منتخب تونس طبعا. يكون مباراه زي ديت بت طبعا حظ وحش طبعا اللي هو بيلعب الاهلي بيقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي في البطوله راجع من بعيد قوي، يعني بعد اول جولتين نقطه كلنا قلنا الاهلي لا ايه ده، بس خلي بالك حتى في الجولتين برضو، يعني مش عشان حاجه معينه، لا والله حتى في الجولتين انت في جول لمروان محسن هدف صحيح ما فيهوش حاجه خالص الترجي، والمباراه انا بتكلم لك اذا ضيع ضربه جزاء. انا بتكلم على النهايه بتاعه الماتشين، عندك نقطه وما بتتظلم مع من كمبالا في كمبالا يعني المفروض، يعني انت النادي الاهلي بس كلنا بنرجع للذكريات. ده قبل كده مره وخدنا البطوله، اتغلبنا حتى في الجونه، فاكر ماتش كان محمد يوسف ماسك والاهلي رجع من بعيد. النهارده الاهلي بياكد خبرات النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي في مباراه قويه جدا. بقى انت كده ده فال حسن، انت يعني بتذكرنا بحاجه فعلا مظبوط. اكيد اخر بطوله اللي كانت مع كابتن محمد يوسف اول مباراتين خدنا نقطه مع الزمالك، ثم هزيمه من اورلاندو، وبعد كده تفوق على في الجونه، ماتشين في الجونه وبعد كده رحنا ليوبار الكونغولي كسبنا 1-0 بهدف الوليد سليمان، وبعدين 2-1 في الجونه، وبعدين كسبنا الزمالك، يعني ثلاث انتصارات نفسي. طب ده فال كويس اهو، يا رب 100 100 ان شاء الله. لو اداء جيد وحاجه، يعني صراحه النجاح بتاعك في المباراه بتلعب فريق كبير، انت بتلغي الهويه بتاعته، خليته فريق بيلعب عشوائي صح، قدرت تقف على التسليح بقوه صح، الاطراف فصلت الخطوط كلها، اجبرت فريق الترجي يلعب على المهاره الفرديه بتاعت يوسف البلالي اللي هو صح الخنيسي اللي راس الحربه، لكن الشغل الجماعي اللي كان بيشتغله هو في كل ماتشاته انت لغيته تماما، ولعبت على نقطه ضعفه الدفاع اللي انت بتعمل ضغط عالي في اول ربع ساعه. معلش انا هقطعك كتير، النهارده الفنيات عايزه تشوف اللي هناك، نشوف اللي هناك، فنشوف الناس اللي هناك وفرحتهم ولعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني وكل فرقه النادي الاهلي اللي تفوقت كالمعتاد لرابع مره افريقيا على تونس، اول مره في تاريخ افريقيا كلها فرقتين بحجم الاهلي والترجي فرقه تتفوق على فرقه في عقر دارها اربع مرات متتاليه. الارقام ما تلهاش غير في نادي واحد بس على مستوى افريقيا هو الاهلي. بجد التحيه لك يا كابتن سيد، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي كل مكان، نجوم الاستوديو التحليلي. يمكن زي ما قلنا مباراه اكثر من رائعه، لعيبه النادي الاهلي بالفعل تثبت كل مباراه ان هي على قدر المسؤوليه، وده اللي تعودنا عليه. معايا طبعا ميدو جابر واحد من النجوم. كابتن ميدو، يمكن ده اللي قلنا عليه قبل كده، التركيز كان سمه المعسكر قبل انطلاق هذه المباراه، شايف ان مستر باتريس حضر اللعيبه بشكل كبير فنيا، حضرهم نفسيا، وحابب تقول على الفوز المميز ده جدا يا كابتن؟ والله اولا طبعا برحب بكابتن سيد حفيظ، طبعا ربنا يكرم. الحمد لله احنا الماتش كان مهم جدا، الماتش ده كان هيخلينا ان احنا نبقى اول المجموعه، ماتش مع الترجي في رادس ماتش مهم جدا، الحمد لله قدرنا نعديه وكسبنا. الحمد لله دي مش النهايه، يعني الحمد لله ان احنا كسبنا النهارده، صعدنا من المجموعات الحمد لله، ضمننا الصعود، نركز في اللي جاي باذن الله. والنادي الاهلي طبعا لما بيلعب في اي بطوله بيلعب على البطوله نفسها، فاحنا ان شاء الله الفرحه كويسه طبعا ان احنا كسبنا، لكن ننهي الفرحه بسرعه ونركز في اللي جاي ان شاء الله ان احنا نحصد البطوله باذن الله. يعني نقطه واحده للوصول ل 10 نقاط ده مجهود كبير جدا، وده يدل ان كان في اصرار كبير على تصحيح المسار في البطوله الافريقيه، ده بيرجع لكم بيرجع للجهاز الفني، لكن شايف نقطه واحده ل 10 نقط ده بيعود لي يا كابتن؟ هو النادي الاهلي، النادي الاهلي حصل، النادي الاهلي طبعا اتحط في المواقف دي كتير، كان بيبقى في اول دوري المجموعات ممكن ياخد 3 بونت 4 بونت، لكن النادي الاهلي معروف طبعا، لعيبه النادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي والاداره والجهاز الفني ان احنا بنركز، النادي الاهلي اسم كبير في نادي القرن الافريقي، فان احنا ان شاء الله من بونت الحمد لله 10 بونت ان شاء الله باذن الله يبقى 13 بونت في الماتش الجاي. وان شاء الله نكمل على كده باذن الله ونحصل البطوله باذن الله. جمهور النادي الاهلي اكيد كل السعاده وسعيد جدا النهارده بالمباراه بالاداء المميز ده، مستنيين منكم كتير يا كابتن ميدو الفتره اللي جايه، وان شاء الله بطوله افريقيا تكون من نصيبنا. لو في رساله بنوجهها لجمهور النادي الاهلي ممكن تقول يا كابتن ميدو؟ طبعا احنا كلنا طبعا بنشكر جمهور الاهلي بقى
ورانا دايما. انا كشخصيا جمهور الاهلي وقف معايا الفتره اللي فاتت كتير جدا، والناس كلها كانت بتكلمني، وان شاء الله نكون عند حسن اظن الجمهور كله باذن الله يعني. حبيبي شكرا، ربنا بنشكر اكيد كل نجوم النادي الاهلي يا كابتن سيد، وزي ما بقول لك مستمرين معاك، وطبعا اكيد لقاءات خاصه. ايمن اشرف، يمكن بحييك على مجهودك الكبير مع النادي الاهلي الافريقيه، زي ما اقول كنا نقطه واحده وصلنا ل 10 نقاط، ده مجهود كبير بيرجع للعيبه والجهاز الفني. المباراه النهارده بتمثل لك ايه؟ الفوز في تونس بيمثل لك يا كابتن ايمن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر اللعيبه الرجاله اللي ادت ماتش كبير، والجهاز الفني اللي تعب معانا. طبعا احنا كنا ناقصنا الجمهور النهارده، لكن طبعا احنا عارفين ان هم ورانا دايما. الحمد لله طبعا بنهدي لهم الفوز دوت. الحمد لله كان ماتش صعب النهارده وكان ماتش كبير، بس قدرنا الحمد لله نطلع بثلاثة بونت. زي ما انت قلت كان عندنا بونت، الحمد لله بقى عندنا 10 دلوقتي. ان شاء الله نفكر في اللي جاي ونفكر في ماتش افريقيا اللي جاي عشان نطلع اول ان شاء الله. انا باكد كل مره على التجهيز النفسي من الجهاز الفني والتجهيز المعنوي ليكوا خلال الفتره اللي فاتت، لان زي ما بقول لك يمكن كانت الامال ضعيفه جدا، وان احنا نوصل للمرحله دي. بتشوف التوليفه المميزه من الجهاز الفني، الشباب مع الخبره، كمان اللعيبه في شباب وخبره، بتشوف الجيل المميز ده اللي ان شاء الله الفتره اللي جايه يحصد بطولات عاليه مع النادي الاهلي ازاي؟ طبعا الجهاز الفني طبعا بيهيئنا بشكل كبير، بشكل كويس جدا نفسيا، دي حاجه كبيره طبعا. مستر كاشترون وكابتن يوسف، طبعا اللعيبه طبعا في خبرات كبيره في الفريق، لعيبه كبار طبعا بيساعدوا اللعيبه الصغيرين بشكل كبير، وكلنا لما بنبقى ايد واحده نقدر نعمل حاجه كويسه. وزي ما كابتن خطيب قال لنا، لو لعبنا بنروح الفانله الحمراء هنكسب اي مباراه يعني. فالحمد لله طبعا على 3 بونت الحمد لله. جمهور النادي الاهلي في رساله اخيره تقول له يا كابتن ايمن؟ طبعا احنا دايما بنشكرهم، ودايما يعني بنشكرهم على المسانده الكبيره اللي هم بيسندوها لنا، وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنهم، ان شاء الله دايما نفرحهم باذن الله. مش مساله ان انت كسبت الترجي، في الترجي ده بامر مش استهتار بفرقه الترجي. الترجي سيظل هو شيخ الانديه بلا جدال ولا نقاش، لكن الفرحه جايه هنا لان انت بتتكلم على نادي عنده كل مقومات النجاح. نادي ممكن يتعصب في البدايه، لكن في النهايه مين بيضحك او مين بينتصر؟ مبروك لكارتيرون، مبروك لكابتن محمد يوسف، مبروك لكابتن سامي قمصان، مبروك لمصطفى كمال، كابتن مصطفى كمال، ليندمان، كل الجهاز الاداري، كابتن سمير عدلي، كل الجهاز. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مش مساله فوز معتاد، ومش مساله مباراه بتعدي، ده بتيجي كل فتره زمنيه كده. سبحان الله، هو اكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول للناس الفرقه دي تستاهل، الفرقه ديت بشخصياتها ونواياها مهم جدا جدا انها توصل للناس. كل فتره زمنيه تدي درس للقريب قبل البعيد، للقريب قبل البعيد، ان الفرقه دي كانت وما زالت وستظل هي الفرقه الاقدر والاحق والبطل على المستوى المحلي والمستوى القاري. اتفضل كابتن حماده كمل. كنا وقفنا واقفين في الشغل بتاع يعني، وقفنا لحد فريد شوقي ومحمود منير. لا انا هكمل كلامك، انت كنت بتتكلم دلوقتي عوامل النجاح، ادوات النجاح اللي عندك. يعني انت عندك النادي موفر كل ادوات النجاح بالنسبه لك،
من لعيبه، من منظومه احترافيه، حاجات كتيره جدا. طبعا تتكلم في 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 في, في النادي الاهلي، اللعيبه نفسها، الثقافه نفسها اللي عند اللعيبه. اللعيب بيجي من بره بيخش جوه النظام على طول. المنظومه الموجوده في النادي الاهلي، يعني النهارده اول مره مثلا ناصر ماهر يلعب مباراه افريقيه مع النادي الاهلي، مباراه كبيره. ناصر ماهر عمره مع النادي الاهلي 3 ماتشات، ويدخل بقوه وبيدخل في المنظومه بسرعه، وعنصر مباشر لمنتخب مصر كمان. مش يعني المحاور النهارده موجوده في الملعب. الانتقال اللي كان، الربط اللي بين في نص الملعب، اللي بيقدر ينقل الكوره، ينقل الهجمه من نص الملعب للمهاجمين، للمساحات الخاليه، القراءه الجيده بتاعته، ما كانش هايب الموقف. يعني الماتش اي لعيب صغير في مباراه زي ديت بتلاقي عنده في رعب وخوف، هو مش عنده ثقه. شخصيه بقى دي يا كابتن، دي شخصيه لاعب. مش عايزين طبعا نتفخم قوي يعني، بس هو لعيب جيد، لعيب ممتاز، اضافه كبيره للنادي الاهلي. انا يعني اتكلم عن كل لعيب النهارده، لعيبه كلها نجوم، كل واحد مأدي دوره بشكل جيد جدا. من الشناوي كلامه من ورا بيتكلم، خروجه الموفق، وقفه سعد زميله كولوبالي واقفين ازاي صح، خبرات واضحه جدا عندهم. يعني لو فيش خبرات عند الاثنين النهارده كان ممكن ضربتين جزاء في واحده بس. طبعا انا شايف الحكم حكم جيد جدا، احسن حاجه. هاي احسن حاجه، انا قلت لكم من امبارح كده صح، يعني عايزين كويس قوي الحكم ممتاز. وبصراحه في ضربه جزاء للترجي، ولكن هو مش مقصود وما يحسبهاش، ولكن هي قرار في ثانيه ما بيلحقش يبص عليها، ولكن ادى المباراه بشكل جيد جدا. ما انسقش ورا النتيجه، يعني في حكم ينسخ ورا النتيجه، انت كسبان بره ملعبك، فدايما بيجي مع صاحب الارض في فاولات صغيره. لا هو كان عادل وكان فير في المباراه. لو الترجي له واحده كمان الاهلي له واحده في ايد كولوبالي، لبست ايد كولوبالي. ف كابتن حشيش، كابتن اسامه، استاذنكم بس نروح نشوف نجم اللقاء او عريس اللقاء ان صح التعبير، ازارو، بيقول ايه عن الهدف. كلنا عايزين نسمع ازارو طبعا، ولا عندك راي تاني؟ لا لا طبعا، لا لا طبعا، مش هنتكلم النهارده. لا اسمك بيخضني، اسمك بيخضني كابتن حشيش، يبقى نسمع اسمك بيخضني. نشوف ازارو. استمتعت يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي نجوم الاستوديو التحليلي، فرحه كبيره، فرحه مميزه بعد فوز النادي الاهلي هنا في تونس طبعا على فريق الترجي التونسي. معايا كمان يمكن نقول النهارده واحد نجوم النادي الاهلي النهارده في المباراه، اداء رائع ومعتاد من كابتن الكبير كابتن سعد سمير. في البدايه طبعا تحيات للكابتن سيد، تحيات كابتن حماده الصدقي، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد حشيش، ومبروك يا كابتن سيد. كابتن سعد سيد برحب بكابتن سيد طبعا، وبرحب بكل النجوم الموجودين معاه، كابتن اسامه وكابتن حشيش. ما انا قلت كابتن اسامه وكابتن حشيش وكابتن حماده صدقي، برحب بيهم طبعا كلهم. الحمد لله الف مبروك، ماتش مهم بالنسبه لنا الفرقه النهارده، كنا مركزين فيه الحمد لله بشكل كويس جدا من اول ما جينا، وكان عندنا هدف وطموح ان احنا ان شاء الله نصعد اول مجموعه، وقلنا ده بدايه التحدي الكبير لينا، ودايما الماتشات الكبيره هي اللي بتبين قوه الفريق وبتبين قد ايه الفريق متماسك وقد ايه الفريق عنده شخصيه. فالحمد لله النهارده مكسب مهم بالنسبه لنا في استاد رادس. وزي ما قلت انا امبارح في المؤتمر، اهم حاجه مش الذكريات والتماني، اهم حاجه الشغل والتعب والعرق في الملعب. فيمكن النهارده مجهود 90 دقيقه، اللعيبه كلها رجاله ابطال على قدر المسؤوليه، فربنا كرمنا وكافئنا بالمكسب يعني، فالحمد لله. اتفق معانا ان النادي الاهلي النهارده عمل جيم رائع جدا ومميز، ويمكن كمل كمان مسيره تصحيح المسار. ويمكن قلت قبل كده من نقطه كابتن سعد، ال 10 نقط في الفتره القليله دي، ده مجهود كبير، مجهود جهاز فني، مجهود لعيبه، واصرار كبير جدا يا كابتن سعد. الحمد لله، يعني اللعيبه كلها مركزه الفتره اللي فاتت، الجهاز الفني مركز، كله عنده هدف ان احنا يعني مكاننا في المجموعه مش هو ده مكان النادي الاهلي، ومش هي دي قيمه النادي الاهلي. حصل زي ما بنقول تذبذب في اول المجموعه، لكن تداركنا الموضوع، الجهاز الفني واللعيبه تعهدوا ان هم يقدموا حاجه تليق باسم النادي الاهلي. قلنا الماتشات الكبيره دي هي اللي بندي رساله لكل الفرق، وبندي رساله لكل المنافسين بتوعنا، سواء في البطوله المحليه سواء في البطوله الافريقيه، في كل البطولات، ان احنا قادرين احنا ان شاء الله لحصد البطوله باذن الله. وزي ما قلت لك ماتش وخلص 3 بونت، يعني اكيد سعداء النهارده بالمكسب، لكن ده الطبيعي ان النادي الاهلي البطل، والنادي الاهلي ما بيفرقش مع اللعب جوه مصر او بره مصر. واهم من ده ان انت بتدخل عناصر كتير شباب وعناصر كتير جديده مع المجموعه اللي موجوده، الخبرات والمجموعه الثقيله. فزي ما قلت امبارح انت بتمشي في نفس الخط، ان انت بتكون فرقه وبتدخل عناصر جديده وشابه وفي سيستم جديد، وفي نفس الوقت بتكسب، فدي اهم حاجه يعني. تقول لي الاكرم توفيق النهارده لابس 22 واول مباراه ليه في افريقيا، يعني بتشوف تقول لي الاكرم الاول.
اكرم لعيب مميز واضافه لفريق النادي الاهلي ويعني الحمد لله يمكن احنا عندنا كذا لعيب من العناصر الشابه مميزه جدا، اكرم وناصر وندفد واحمد حمدي وصلاح محسن وحتى المجموعه اللي موجوده في مصر كلهم مميزين. ببارك لاكرم النهارده وناصر قدوا اداء اكتر من هايل، وزي ما بقول لك اهم حاجه الشخصيه، اللعيبه دي عندها شخصيه وعندها تحمل مسؤوليه النادي الاهلي، فهو ده اللي بيفرق، وان شاء الله اتمنى لهم الفتره الجايه استمراريه ويقدموا مواسم كبيره يعني ان شاء الله باذن الله. الف شكر، ربنا يخليك. بنشكر اكيد الكابتن سعد سمير، زي ما بقول لك الكابتن سيد فرحه كبيره، كان الثقه الكبيره اللي احنا شفناها والاصرار الكبير اللي احنا شفناه هنا في المعسكر ده انعكس بشكل كبير جدا. اروح بقى لوليد ازارو قبل ما يمشي كلمه بسرعه كده. ولا هوا وميه كل حابب تقولي الاول بعد المباراه، بهنيك على ادائك المميز وعلى مجهودك الكبير، تقولي سريعا يا كابتن وليد بعد المباراه. الحمد لله، كان بنشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموه في هذه المقابله هذه. الحمد لله ظفرنا وثلاث النقاط اللي تخلينا في اريحيه الماتش اللي جاي. كان بغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم والتركيز ديالهم من البدايه ديال المقابله حتى للنهايه. هذه المقابله هذه ان شاء الله غتخول لنا باش اننا نكونوا مرتاحين في لي ماتش اللي جايين، نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابلات اللي جايين عندنا في الدوري ان شاء الله. احتكاكات كثيره يمكن حصلت لك، انا عايز اطمن عليك، هل كان في اي اصابات جات لك ولا حاجه؟ لان كان في احتكاكات كثيره جدا يا كابتن نوري. الحمد لله ما كاينش حتى شي اصابات. الحمد لله كما قلت لك احنا نديرو دابا غنساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابله اللي جايه ان شاء الله. كلام ازارو، كلام سعد سمير، الثقه موجوده، الهدوء موجود، شخصيه اللعيبه موجوده، كل حاجه بتدي لك دفعه. وخصوصا كمان ان وليد ازارو صحيح هو مواليد 96 يعني مش كبير في السن، 22 سنه وشويه شهور، لكن الموضوع مش بالسن كمان طبعا. الخبرات بتاخدها بالمواقف. لو حابب تعلق على الكلمتين او على الاثنين وادائهم قبل ما استعرض معاك بقيه الاسئله. طبعا الاثنين كانوا مميزين النهارده. شفنا كمان، انا اللي عاجبني واقدر اتكلم عليه اكتر كمان سعد، لانه بيلعب في المكان بتاعي النهارده، في كذا كره يا اسامه كانت صعبه قوي يا حماده، واحنا يعني انت طبعا تعرف الحته دي، كان استعمل خبرته فيها جامد قوي، يعني كان على مستوى عالي جدا سعد، وكان متفوق، وكان له يعني هو وكوليبالي يعني دور كبير، شغل كبير قوي، دور كبير قوي في النهارده، ان هو حافظ على الشباك نظيفه. عايز اقول ان النهارده هرجع تاني للمكاسب، مكاسب كتير قوي. انت بتتكلم على ظروف صعبه النادي الاهلي، اولا تغيير جهاز، في كم من الاصابات موجود وعناصر مؤثره، تاني كمان تغيير جلد الفريق، انت في ناس ما بقتش موجوده، اللي هي قوام النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي ما بقاش موجود، طلع لعيبه كتيره. عجبني كمان عمليه التدوير بتاعت المدير الفني، طبعا ناس بتلعب في الدوري العربيه، ناس طبعا مأديه في الدوري، تريحه اللعيبه في الماتش النجمه كان ليها برضو اثر النهارده مع بعض اللعيبه اللي هي ما اشتركتش، كانوا بيلعبوا لياقه النادي الاهلي لغايه اخر دقيقه، يعني لاحظنا انها برضو على مستوى عالي في بدايه موسم. اعتقد ان دي كلها مكاسب، وانا شايف كمان ان وضع طبيعي البدايه في بطوله افريقيا، الفرق الكبيره دايما بتبدا المستوى بيعلى خلال البطوله، يعني البدايه كانت متعسره شويه، انما الفينش في المباراه الاخيره في دوري المجموعات قدرت ان انت تكسب.
النهارده وتكسب المتصدر وتزيحه من قدامك وتتصدر انت، لان اعتقد ان شاء الله بالتكمله بقى الماتش اللي جاي تحافظ على الصداره هيفرق معاك برضو في دور بقى الثمانيه والبدايات طبعا مع القرعه الجديده اللي انت هتلعب طبعا التواني. وفي الغالب الثاني برضو ما بقاش زي يعني التواني ما بتبقاش زي المراكز الاولانيه. بتلعب الماتش الثاني على ارضك بالظبط، بتبعد عن مثلا فرقه زي مازيمبي بتبعد عنها، يعني بتؤجل المواجهه شويه بالظبط كده. فدي برضو بتديك فرصه كويسه انك تخوض كمان الادوار اللي جايه. المكسب النهارده زي ما بقول لك هيدي ثقه كبيره جدا للجهاز الفني اللي شفنا النهارده وصل لقمته الفنيه في ادارته للمباراه، ده هيدي له برضو اريحيه كبيره في المباريات اللي جايه وفي بطوله الدوري اللي هي انت طبعا لا تقل عن البطوله الافريقيه. فاعتقد يعني ان 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 النهارده يعني اكتر من مكسب. وبعدين عايز ارجعك لحاجه برضو، اخبار التوقعات ايه اللي في الماتش كابتن؟ يعني محدش اداني حق فيها طبعا. لا انت ملك التوقعات. انا ملك التوقعات. قلت انا قلقان بالظبط. انا قلت تعادل بصراحه. انا قلت التعادل اقرب يعني. وكابتن سيد كان خايف برضه. انت ضربتها كده وخلاص بقى. ما تقعدش. هي جت معاك كده؟ لا والله. دماغ عاليه قوي. لا التاريخ بيقول ان النادي الاهلي كويس، وبيقول لك المعطيات بتاعت الماتش الفرقه بتلعب مرتاحه زي الترجي متصدر، النادي الاهلي عنده اهداف كثيره من اللقاء. فاعتقد ان يمكن كان بان في الملعب الحماس، يمكن المعلق التونسي نفسه رؤوف خليفه قال ان باين قوي الروح العاليه بتاعه لعيبه النادي الاهلي عن فرقه الترجي. الدوافع بتاعه الاهلي كانت قويه جدا. الدوافع كانت قويه والحماس والالتزام التكتيكي بتاع لعيبه النادي الاهلي. مش عصبيه ولا تنشان ولا اي حاجه خالص. من اول دقيقه التزام التكتيكي غير عادي. يعني احنا بنتكلم على الشوط الثاني بيلعبوا يمكن زون ديفنس من الدايره، كل واحد ملتزم بالنواحي الدفاعيه بتاعته والنواحي الهجوميه. اعتقد لا يعني اداره الماتش كانت كبيره النهارده جدا للجهاز الفني واستاهلوا بصراحه الماتش يعني. طيب كابتن اسامه، في نقطتين يدعو للتفاؤل لكل الجماهير الاهلاويه. حضر لي بس الترتيب كده بعد اللقاء النهارده، ترتيب المجموعه عامل ازاي. النقطه الاولى كانت في 2013 ثلاث انتصارات متتاليه بعد المباراه الثانيه زي ما اشار ليها كابتن حماده صدقي من شويه. النقطه الثانيه، الاهلي لاول مره من 2005 يحقق انتصارين متتاليين خارج الديار. كان فاز على اتحاد العاصمه في ثمن النهائي 2005، وبعديها فاز على انيمبا هناك في نيجيريا مرتين ورا بعض خارج الديار. النهارده بيحقق ده تاونشيب البتسواني والترجي التونسي. والترتيب المجموعه قدام حضرتك اهو. طبعا انجاز يعني كبير انك انت تتصدر المجموعه وتقدر تكسب الترجي في الظروف ديت بعد ما جيت من بعيد تكسبه في ملعبه رغم الغيابات ورغم زي ما قلنا انه في بعض العناصر جديده على الفرقه خبرتها لسه شويه في المواقف اللي زي دي وسط 30 40 الف متفرج تونسي. ف ما فيش شك انه حاجه كويسه قوي تصدرك للمجموعه. واتفقنا انه برضو لما بتبعد عن الفرق الثقيله زي مازيمبي زي الوداد افضل لك طبعا. ثانيا مباراة العودة لما انت بتبقى اول متصدر بتبقى عندك، فكل ده حاجة كويسة جدا. يمكن بس انا في اللقاء عجبني ناس كتير قوي، يعني معظم الناس في الفرقة كانوا قايلين، وفي ناس ادائها ارتفع بعد ما جبنا الجون في الدقيقة 33، لكن في ناس بصراحة في طوال ال 90 دقيقة كانوا مميزين جدا على راسهم وليد سليمان. وليد سليمان أدى مباراة رائعة ممتازة. لغاية لما هو بيعيش طلع أفضل أيام في حياته كرويا في الوقت الحالي. حالته الفنية عالية جدا، هايل قيادة كمان. يعني جهد قيادة اتزان تفكير في الملعب تحس انه كبير كمان اسامة، ودي اللي اتكلمنا عليها في بالك. احمد فتحي كان له دور مهم جدا طبعا. ممكن ما كانش باين على المستوى الهجومي لكن له دور دفاعي ممتاز ممتاز ممتاز. قبل المباراه سعد سمير كل بالي علي معلول هشام محمد كان ممتاز جدا جدا. لا ناس كتير، سلية ناصر ماهر وليد سليمان ميدو عمل ماتش كويس قوي قوي قوي. يبقى بس حتت صغيره كده يعني مع الوقت تقل مع الوقت مظبوط. وليد ازارو طبعا مزبوط. حتى الناس اللي نزلت مظبوط. فكل بالي وسعد سمير كانوا برضو متفوقين جدا جدا، وكان ليهم هم المش دور في المباراه صحيح. لا والنواحي الدفاعيه في مواقف كتيره كانوا هايلين. أزارو برضو قام بجهد كبير جدا وقدر يجيب هدف جميل مع بقية المجموعة كلها. يعني بصراحة المباراة كانت
تكتيكيا هيلة، وخاصة بعد الهدف في ثقة ارتفعت كبيرة جدا لمعظم اللعيبة. مظبوط مظبوط. انت عندك حاجة قديمة عايز تقولها انت؟ لا اصل انت بتقول لحشيش انا بخاف منك. طب انتوا معايا؟ ده انا دخت من وانا على الجامعة مش قادر، انا هنام يعني انا هنام على الريحة بس. الفرحة حلوة، الانتصار جميل، والفوز خارج الديار أجمل، مع خصوصا مع يكون الترجي التونسي. تعالوا نشوف فرحة لعيبة النادي الأهلي ونرجع لكم ومكملين معاكم. يوم جميل وليلة حلوة وانتصار معتاد وشخصية بتفرض نفسها على أي حد في أفريقيا مش في مصر بس. احنا نتكلم جزء بقى فني شويه. الاهلي بدا اللقاء ب 4-2-3-1 اوكي، يمكن فتره البدايه فتره معتاده، بتلعب خارج الديار وبتلعب فرقه بترجي وسط جمهوره وناسه على ارضه المعتاد، يعني بغض النظر ان انت بتفوق على طول على رادس، لكن بتكلم على الواقع يعني. لكن الاهلي على المستوى الهجومي بدات فعالياته يمكن قبل الهدف بشويه صغيرين قوي. بص، البدايه بتاعت النادي الاهلي هو فاجئ بيها الترجي، يعني طبعا اي حد متابع يقول لك لازم يبقى في تحفظ بقى في الاداء ونقف ازاي ونقفل مساحاتنا. البدايه بتاعت النادي الاهلي ابتدى يعمل الضغط العالي والامامي، ووليد ازارو كان ليه دور كبير في حته الضغط والتحركات، وبذل مجهود عالي مع ناصر ماهر، مع وليد ميدو. مع ميدو، مع الخطوط كانت قريبه قوي من بعض، في ضغط عالي جدا. ده كان سيناريو بدأ بيه المباراة، ده ادى افضلية للنادي الاهلي وادى يعني شجاعة واداله ثقة. النادي الاهلي في الشوط الاولاني ده مضيع هدفين، يمكن في واحدة بتاع سعد سمير مظبوط، وواحدة بتاعت ناصر ماهر اللي وليد عملها له، والولد جاي متحرك في تحرك جيد جدا في وسط السردباكين. ده في الشوط الاولاني كنت ممكن تجيب جونين، يعني جونين فرصتين مؤكدتين في الشوط الاول. ده جاي من نتيجه الضغط اللي انت حطيت الفرقه في نص ملعبها، وبعد كده بترجع تاني تعمل السيناريو اللي انت بتدافع من عند الدايره، وفي وقت تاني بتعمل الضغط الجماعي، وفي قائد كمان اللي هو بقى وليد ازارو من قدام، حتى في وقت ضغط ما حدش ضغط في ظهره ابتدى يتكلم. ده في حاجات دي حافظين حاجات معينه، في تعليمات امتى بيعمل الضغط امتى برجع، فكان في سيناريوهات موجوده في المباراه ادت افضليه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. زي ما قلت لك هو منع الخطوط كلها عن بعض،
حتى لما النادي الاهلي بيرجع يدافع الخطوط كلها قريبه وما بديش مساحه لحد خالص في نص الملعب. يعني نص الملعب بيوقف وقفات دفاعيه سليمه رائعه. يعني الماتش لما تيجي تقطعه تتفرج على التكتيك عالي جدا. يعني وقفات دفاعيه الاطراف وليد بيرجع ميدو جابر راجع كل واحد مع الباك بتاعه مع ديفندر في نص ملعب قافلين الجنب دوت والترحيل جاي ازاي ووقفات نص الملعب جايه ازاي من العمق كمان في شغل من العمق كويس جدا في الناحيه الدفاعيه. وازاي لما بقطع الكوره بتشوف خبره ومهاره وليد سليمان لما بيروح بيستلم الكوره وبيستنى اللي جاي احمد فتحي بيستنى ازاره ويتحرك فريق تقيل. الناحيه الثانيه نفس الشغل ناصر ماهر لما بيقطع الكوره كورته كانت سريعه النهارده بتطلع صح. الاخطاء اللي كانت موجوده عنده الميس باص والحاجات لا ابتدى يتخلص منها في حته معينه في الملعب لكن استغلها في منطقه ثاني منطقه اماميه. ازاي هو بيحل في حته يعني في زحمه قدام بيحل وبيطلع الكوره بشكل جيد جدا. فالطلوع بالكوره كان طلوع جيد جدا من تحت من كل الاماكن يعني من عند علي معلول من عند احمد فتحي من نص الملعب بيتحركوا ازاي هشام محمد يمكن في البدايه كان فيه شويه بطء شويه ولكن تحسن. انا بتكلم على طلوع الكره من تحت بعد ما بقطع ازاي بتحول للناحيه الهجوميه كانت موجوده عند السوليه عند هشام محمد عند ناصر ماهر. وليد ازارو طبعا هو عمل مجهود رائع في الضغط رائع تحركاته الاماميه اللي بنقل التيم بسرعه في نص ملعب الخصم وابتدى اتحرك فكان في مجهود كبير جدا واضح وكان في تكتيك واضح في الملعب. طيب كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي بيقرر صرف مكافاه مجزيه للنادي الاهلي يستاهلوا كل حاجه تتقدم لهم نجوم بمعنى صح. الكلمه سمير عكاش محضر لنا حاجه لوليد ازارو انا خايف يلا سمير وريني. كل شويه ماشي على العموم رجعنا لكم مره ثانيه ومكملين سهرتنا معاكم الحلوه بعد فوز الاهلي المعتاد في رادس على الترجي التونسي وانتم كمان تواصلوا معانا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك ملعب الاهلي قولوا لنا افضل لاعب من وجهه نظركم قولوا لنا رايكم واقتراحاتكم يعني وجهه النظر عندكم عامله ازاي في مباراه قمه افريقيه عربيه بحجم الترجي والاهلي. كابتن محمد اشرت في الاول حضرتك وكل الكباتن كابتن حماده وكابتن اسامه ان لازم يبقى في تقل وانت ماسك الكوره وده كان متمثل في هشام كان متمثل حتى في ناصر ماهر صحيح ورغم ان هي المباراه الاولى بالنسبه له افريقيا لكن كان في تقل مفيش تشتيت للكوره مفيش حتى والمباراه بتنتهي من رجل لرجل 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 ادي التفوق للاهلي. هي دي طبعا حاجه مهمه اللي انت بتقولها وخصوصا الكلام ده اتاكد بعد وجود بقى سرد باكين موجودين زي سعد سمير وكوليبالي. كوليبالي كمان من الميزه اللي عنده او الميزات اللي عنده ان هو مش شتتش الكوره بيطلعها في رجل واحد تفرق جدا جدا يا جماعه في موضوع السرد باكين دول لما يطلع الكوره صح غير ان انت بتطلع عشوائي بتمسك ترد عليك تاني بيحصل استحواذ من الفرقه الثانيه بتعمل مشاكل فوجود كوليبالي في الحته دي برضو ادى افضليه للاستحواذ بتاع النادي الاهلي والكوره تبقى طالعه لحد في نص الملعب صحيحه. انا عايز اقول ان يعني البدايه اللي هي في الاول اللي هي العشرين يمكن 20 دقيقه الاولانيه اللي كان فيها بعض اللخبطه في نص الملعب عندنا ده نتيجه برضو لايه يعني غياب الضغط الجماعي وكان في برضو ميس باص في نص الملعب احنا يمكن الهجمات اللي جت علينا هجمتين يمكن اخطر هجمه كانت من ناحيه الشمال وانقذها طبعا ميدو جابر لما رجع غطى طبعا كانت كره صعبه جدا جدا نجوم المباراه ما فيش نقاش في الجدال اللي كمان في خطا جه من احد المساكين برده في نص الملعب اتردت واللي طلع الكره دي يمكن شفناها ازارو رجع ازارو يعني بيغطي او يعني رجع المسافه دي كلها عشان يغطي انما بعد كده اعتقد بعد 20 دقيقه ابتدى الضغط يبقى صح الجماعي بين اللعيبه في الجناب وزي ما قلنا في البدايه برده سيد لو تفتكر انا قلت ان هيبقى هجوم النادي الاهلي برده ممكن يبقى من ناحيه واحده اللي هي من ناحيه معلول يمكن شفنا ان احمد فتحي كان متقيد شويه في
الهجومي كان يمكن طلع في كوره او كورتين خلال الماتش كله، دور كان ملتزم، كان عنده دور تاني خالص يعني فعلا كان ده دليل على ان طبعا المدير الفني ادى غير الواجبات يا اسامه الجماعيه في واجبات فرديه لبعض اللعيبه، شفناها بصفه يعني خاصه مع احمد فتحي في الناحيه الدفاعيه. طبعا يمكن برضو زي ما بقول انا باكد ان في نص الملعب كان في البدايه في بعض الغلطات في عن طريق الميس باس والمان، انما بعد كده اعتقد ان الشوط الاولاني بدايه كمان من تويت الجون العالمي اللي جه طبعا ادى ثقه للاعيبه النادي الاهلي، ابتدينا نعمل الاستحواذ، ادى ثقه كمان في بدايه الشوط الثاني مع الفريق طبعا، نزل الفريق طبعا بيلعب باريحيه اكتر، متقدم جون، عمل لخبطه كبيره شفناها في جانب التونسي، شفنا بعض اللعيبه التونس بتباصي كره غلط بتطلع كره في الاوت صح، فطبعا ده ادى يعني ثقه كبيره للاعيبه النادي الاهلي، واعتقد ان احنا يمكن في الشوط الثاني في هجمات خطيره، يعني انت حماده كان ممكن في الشوط الاولاني تجيب هدفين محققين مثلا في الشوط الاولاني وزيهم يمكن على الاقل في الشوط الثاني. ناصر ماهر الواحد سهل قوي، وليد ازار واحد منهم سهل جدا. الافضليه طبعا لفرقه النادي الاهلي كمجمل مباراه، زي ما انت قلت حماده طبعا في ضرب جزاء للترجي يقابلها في الناحيه الثانيه، ضربه جزاء على كلوبالي، على كلوبالي كانت برضو باين جدا لاعب الترجي طبعا لاعب الترجي يعني واحده وواحده، في واحده هنا واحده واحده، فاعتقد ان النتيجه في المجمل طبعا عادله بالنسبه للمباراه، والنادي الاهلي كان يستحق طبعا مكسب النهارده. طب كابتن اسامه في نقطه ما بيحسهاش غير المدربين، وخصوصا وانت بتلعب بره ارضك، الاهلي السنه دي مع كارتيرون جايب 3 اهداف من ضربات ثابته، منهم هدفين بست نقاط ادوك تربع او تصدر المجموعه، هدف الاول تاونشيب اوكي عن طريق كولوبالي، الهدف الثاني عن طريق كولوبالي برضو في مباراه المصري كان اصلها كره ثابته على فكره، والنهارده اصلها كره ثابته، اصلها كره ثابته طبعا، اصلها كره ثابته. فاهميه الكرات الثابته، يعني كنا بنحس دايما ان مع الاهلي الكرات الثابته ما بتبقاش مؤثره قوي، لما الاهلي بيلعب لعب جمالي وتحضيره وتستحوذه وكرات عرضيه وبعد صحيح. كده اختراق من العمق ومهاره فرديه، لكن الكرات الثابته يعني بدانا نحس ان هي لها خطوره شديده جدا مع الاهلي. طبعا ما فيش شك الكرات الثابته مؤثره جدا، يعني احصائيه كده بتقول من 30 ل 40% من الاهداف بتيجي من الضربات الثابته، وشفنا كاس العالم الاخير فرق كتير نهت ماتشات كتيره بضربات ثابته سواء من كورنر او فاولات، لانه احيانا الماتش بيبقى متقفل بلغه الكوره وبتبقى الاختراقات صعبه وبتبقى الكرات العرضيه صعبه، فالضربات الثابته مؤثره. وجود كوليبالي اضاف خطوره للنادي الاهلي في الضربات الثابته وشفناها في جون تاون شيب، طبعا معلول بيلعب الكوره باتقان جامد، يعني بقاله سنتين ثلاثه مع النادي الاهلي بيعمل الفاولات او الكورنر خطر جدا وقويه. النهارده الفاول لما اتلعب من معلول ولذلك كوليبالي وسعد زميل اشتركوا فيها، هي اتردت في نص الملعب، وليد عملها، كوليبالي خطفها براسه، اخطا محمد ايمن محمود وسابها على اساس انه معز الشربيه. صفقه جديده ايمن محمود جاي من ملعب القبسي التونسي، صفقه جديده للترجي. ايوه يعني سابها بيرتكن انه معز بن شريفيه تطلع ياخدها ومش واخد باله ان سعد سمير وعلي معلول في ظهره، فسعد سمير برضه باصرار غير طبيعي لانه كان خلاص معز بن شريفيه كان هيمسك الكوره، سعد سمير قدر يزقها ومعلول كملها، فهي الكوره اصلا كانت فاول في نص الملعب، فده دليل على خطوره الضربات الثابته لما بتتلعب باتقان واهتمام، لا مؤثره جدا، لانه انت لما تشوف الجون في كورتين كانوا تحول كبير جدا في شكل اللقاء، الكره اللي اخرجها وليد ازارو من المرمى في الدقيقه تقريبا 14 والهدف بعد الكورتين دولت، تحس انه الثقه اللي جت للاعيبه النادي الاهلي بالذات بعد الهدف اداء كتير قوي ارتفع، يعني في ناس احنا قلنا من البدايه عندهم تقل وواخدين على الماتشات دي زي وليد زي كوليبالي زي سعد سمير، في ناس كمان بقى مستوى ابتدى يرتفع مع الوقت زي ناصر زي ميدو جابر زي هشام محمد والسولية، ابتدى ثقتهم بنفسهم تبقى اعلى بعد الهدف، وابتدينا نسيطر
وأضعنا هدفين مؤكدين طبعا في نهاية الشوط الأولاني اللي هي كرة ناصر وكرة كوليبالي حطها برأسه جنب العرض. فالشوط الأولاني كان سجال هم عليهم برضو كرة أو كرتين، لكن التحول الكبير كان في 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 كرة الهدف، فرقت كتير في معنويات لعبة نادي الأهلي. طيب سمير، يعني يبدو أن الناس بتتواصل بشكل كبير جدا، يا إما تبعت لي حاجة نقراها ونقرأ لنا حاجة على طول كده عشان نتواصل مع الناس برضو اللي هم يعني لهم الحق في يوم زي ده كمان ان احنا نتكلم عليهم او نتكلم في اقتراحاتهم وملاحظاتهم. ايه حكايه ازارو؟ يعني ازارو بدا يكسر ارقام، خلي بالك رغم الفتره الزمنيه القليله جدا. ازارو لمعلومه لكل الناس انها تعرفها احرز في كل البطولات المحليه الافريقيه اللي شارك فيها النادي الاهلي، احرز في الدوري، احرز في الكاس، احرز في السوبر المحلي، احرز في بطوله افريقيا او البطوله الافريقيه. حكايه ازارو من وجهه نظرك ما تحسدوش بس لا ان شاء الله الرحمن ممتد ان شاء الله. هو طبعا مهاجم واعد، مهاجم قوي جدا، عنده التحركات، في قراراته سليمه، ناضج، مع ان زي ما انت قلت سنه صغير يعني. يمكن انا اتفرجت عليه لما كان بيلعب مع منتخب المغرب للمحليين. اوكي. كان هو اتفرجت على الماتشات كلها بتاع، يمكن 8 ماتشات اتفرجت عليهم. هو هداف. حتى كان بيلعب لما جه بقى النادي الاهلي الناس كانت كلها بتعلق عليه، ده بيضيع بس بيروح 10 مرات للجون وبيجيب واحده، يروح صحيح. ويضيع، فده هيجي مؤشر بالظبط، كان مؤشر لعيب كويس، لكن انا بيصنع شايفه من الاول. بعد كده في ميزه طبعا، هداف وصانع لعب. صانع لعب ازاي؟ بيخلق فرص للناس اللي من تحت، في محطه كويسه جدا، بيدي مساحه كمان اللي جاي من تحت، بيعرف يتحرك على الجنب كويس جدا. كان انا قلت الكلام ده قبل كده ان في مدربين كتير يقول لك لازم راس الحربه جوه الصندوق، لا، ما جوه الصندوق قفل الدنيا. طب معلش انا هربط معاك يا سمير، هات لي الجول ده تاني، بس هات لي الجول ده تاني. يعني احساس لاعب الكوره والكباتن كلهم لاعب الكوره كبار جدا، في جول يا كابتن اسامه، كابتن حشيش، كابتن حماده صدقي، في واحد بيستنى بقى النتيجه بتاعت اللعب، وفي واحد بيعيش اللعب، عايش في الملعب، عايش في اللعبه، عايش في الجيم. طب النهارده هدف النهارده، هدف النهارده مكمل. بص حضرتك بس عشان طبعا ما عندناش حق ان احنا نجيب الهدف، لكن انا بكلمك على الكره ديت، تبان انها سهله جدا، لكن انا عايزك تشوف ازار وهي بتتلعب، هو مش مستني النتيجه، لا، هو عايش مع اللعبه، عايش مع اللعبه، مستني خطا الخصم، مستني يعمل فولو ازاي. في مهاجمين كتير جدا الكره ما بتجيلوش، بتلاقيه بقى بعد عن المنطقه، ده هو عايش في الحدث نفسه، بيشوف اخطاء ممكن يعني بيتوقع خطا الخصم، وده نتيجه برضو للتركيز الكبير. بالظبط، التركيز يعني في الملعب. في كتيره جدا جابها السنه اللي فاتت يا حشيش، فعلا متواجد في مكان عايش. عايش اللعب بالظبط، بتبقى جايه من العارضه حاططها جون، مش عارف ونايم جت جابها جون. هو انت بتجيب ازار ونفسه ولا ايه يا سمير؟ ده انت لو بتجيب ازار ونفسه كان جه، ده هدف لسه جاي يا حبيبي بقى له دقيقه واحده يعني، من حقنا نجيبها. اتفضل يا كابتن. بص انا عايزك، بص حضرتك، بص باك اب، بص مكمل. انت عارف ده لو استنى لحظه يا كابتن اسامه اتشالت. هو عنده توقع زي النهارده، زي الجول النهارده برضه، حس التهديف انها عدت. بالظبط كده، ورايح مكمل. الحس التهديف بتاعه عالي، امكانياته مساعداه، السرعات الموجوده عنده، ال 10 متر السبرنت بتاعه قوي جدا، بيعرف يروح صح، بيشتغل كويس جدا. صحيح. ده مهاجم يعني بتاع النادي الاهلي، اللي هو صحيح. فريق بتلعب توصل مش دوري بس، لا، انت عايز توصل لابعد من كده. طيب النهارده كمان عمل نقطتين كابتن اسامه عرابي فهم الخلاصه خالص، النهائيه جاب جول وشال جول. ايوه يعني صح. جاب جول ليك ومنع جول عليك، تشوف العمليه عكسيه. صحيح. ايوه ما احنا قلنا ان الكورتين دول هم التحول في اللقاء. الترجي في ال 14 دقيقه الاولانيه او ال 15 دقيقه الاولانيه كان خطر، وكانوا في ثقه في ادائهم، بالذات من المنطقه اللي فيها يوسف البلايلي اللي هو برده من افضل لعيبه النهارده في اللقاء، زي ما قلنا على لعيبه النادي الاهلي، هو يوسف البلايلي كان افضل لعيب في فريق تونس. في الكره ديت اللي هو شالها من قبل ما تخش المرمى، رفعت من ثقة أداء لعيبة النادي الأهلي، وبعدين الهدف اللي جابه رفع الثقة أكتر، والتوتر ابتدى يتنقل لفرقة الترجي. يعني حتى فرقة الترجي إحساسهم
بعد الجون ده احنا مش هنكسب النادي الاهلي ده ابدا يعني مش عايزه احساسي انا وانا بتفرج وحضرتك كنت معايا طبعا انا حسيت اخر تلت ساعه و25 دقيقه ان الترجي استسلم للوضع خلاص عارف اللي هو ده احساس لعيب مفيش الهجوم اللي خلاص يعني الموضوع بالنسبه لي مع الاهلي كان عايز نفهم بدا يبقى مقفول عايز نفهم الحكم بس الحكم كويس لا هاي انا بقول لك يعني حكم يرمي بقى كوره طويله جوه ال 18 عايز يعمل اي حاجه هم ابتدوا حماده يفكروا فيما بعد الماتش ان الخساره خساره خساره على الارض وبعدين انا عارف ان طبعا دلوقتي باب سويقه اللي هو المعقل طبعا نادي ترجي هتلاقيه مقلوب طبعا لان مش مقلوب عشان حاجه زي ما احنا قلنا هم خلاص ضمنوا الصعود انما عشان فك العقده اللي بقت دلوقتي بتمثل لهم حاجه كبيره جدا بالنسبه لجمهور تونس النادي الاهلي في اكتر من لقاء واكتر من موقف بيكسبك وبيمشي والنهارده يا جماعه الموضوع كبير انا قلت يعني قبل الهوا انا قلت سوري قبل الماتش قلت لك الترجي عمل اللي هو عايزه في برج العرب حقق اللي هو عايزه في برج العرب واحنا هنحقق اللي احنا عايزينه في رادس هو بيجي يتعادل على فكره صحيح. يعني كل ما بيجي مباراه في برج العرب يا كابتن اسامه انت بتضحك لا لان هم لان هم 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 لما بيبقوا هنا بينظموا الدفاعات بتاعتهم كويس النهارده ثغره كبيره جدا 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 قلبي الدفاع بتوعهم خليل شمام وايمن وايمن محمود وقلنا قبل قلنا قبل الهوا حتى الاطراف يمكن الى حد ما سامح الدربالي كان عامل جبهه كويسه مع انيس البدري او لما بيروح له البلايلي ويمكن في كام كره عملها خطر لكن انا بتكلم في النواحي الدفاعيه عندهم مشاكل كبيره جدا في قلبي الدفاع فلما بيكونوا في تونس بيبقوا بيلعبوا لقدام عشان عايزين يكسبوا فالمساحات بتبقى كتير هنا بيجوا بيتمركزوا ويعملوا تكتل كبير في الخط الخلفي ويبقى الـ الاخطاء دي تقل من الزحمه يعني بيعملوا تكتل كبير فانت بتبقى انت اللي عايز تكسب فالمساحات ما بتبقاش مفتوحه لكن هناك هو اصلا عندهم اخطاء في خط الدار سواء في قلبي الدفاع او في الاطراف فلما بيلعبوا لقدام وبيحاولوا يهاجموا ظهرهم بيبقى مكشوف وفي مساحات وفي اخطاء كتيره والنهارده كان ممكن جدا اكتر من كره لو استغلت من ناصر ماهر اللي وليد عملها له او واحده الازارو اللي معلول لعبها له بالعرض وحطها في معز الشريفيه طلعها من على خط المرمى فهم عندهم مشاكل في الخط الخلفي كبيره جدا وضحت النهارده حتى المعلق رؤوف بن خليفه وهو بيتكلم قال ادى مثل حتى بالنادي الاهلي قال لك النادي الاهلي كان عنده نجيب موجود وفلان جاب كمان كل بالي اما احنا او فريق الترجي مش قادر يعالج دوروا على لعيب افريقي قوي في المنطقه الاهلي لما محتاج لعيب في جاب كل بالي عايز اقول كلمه كده اتفضل مش عارف تتفقوا معايا فيها ولا لا مش احنا محتاجين في نص الملعب برضه الناس بتوعنا يبقوا فيهم شراسه اكتر من كده عندي اكرم دي خلي بالك عندي اكرم الحته دي لا لازم الحته دي انا شايف برضو هشام محمد محتاجها شويه بس كان كويس بغض النظر انا بتكلم مستقبلا بس اكرم عنده حته لعب شراسه انا سعيد ان اكرم فرانكوم هاي مستوى الانذارات يا جماعه اربع انذارات يعني لفريق الترجي بس هو يعني وصل لخشونه يعني خشونه متعمده في كان ممكن في حاجات ممكن لو توتر بقى عارف التوتر بقى خلاص النتيجه خسرك لعيب في الملعب بالظبط يعني هو اقوى لعيب قوي جدا ولكن قلب بعمل خشونه انت ممكن يطرد النهارده ممكن يطرد حماده انت محتاج برضه في بعض الاوقات انك تخوف برضه اللي قدامك شويه تحسسه برضه ان انت ايه يعني شايفين لا شايفين انت حشيش نصر نصر ماهر واخد واحده في الشوط الاولاني جامده جدا ممكن يطرد جدا كان في فرانك كوم النهارده كان ممكن يطرد فعلا كان ممكن يطرد الكوره بتاعت وليد سليمان يعني هو بيحجز على الكوره بضرب يعني يعني انت فاهم ازاي بيحجز على وليد سليمان بيضربه كمان وهو بيحجز الحكم اداله انذار انا عايز اقول لك حاجه اتفضل الراجل اللي قاعد قدامك ده يعني كنت يعني استاذ في المواضيع دي كان وخصوصا في البدايه كده طيب اللي هو بيقول لي لا واحده في الانكل كده كان بيديها واحده يعني في الانكل لا مش ممكن طيب هسال سؤال الكل يشاركني فيه اتفضل فنيا بقى فنيا طبعا حاجه كويسه قوي قوي الاهلي اللي عمله النهارده وتنظيميا وتكتيكيا وشخصيه وكل حاجه بس في حاجات كمان يعني مهمه جدا انها حصلت النهارده كانت في صالح الاهلي منها التغييره الاولى بتاع بلال المجيري في اول 3 4 دقائق تمام هو بلال ده يعني سريع جدا بيروح على الجون بشكل كبير انيس البدري واضح ان هو كان مصاب ولسه راجع من اصابه بقاله اربع سنين حتى ما حضرش التدريبات بالظبط كده يعني كنت قلقان منه طبعا طبعا ان هو اخطا كويس وكان بيعمل خطوره لكن هو واضح ان هو
يعني مش جاهز وراجع راجع من الاصابه. تتفقوا معايا في ده؟ اه طبعا برضه طبعًا. من طبعًا. الحاجات اللي كانت مهمه جدا انها تحصل. والراجل التاني كمان اللي اتعور اللي اتخبط في دماغه في لعيب تاني اتعور ده حسين الربيع. حسين الربيع الباك ليفت بس نزل يعني. تاني على طول نزل, نزل, نزل بس هو ربيع برضه ربيع جدا ربيع يعني ربيع خليني اقول لك كابتن حماده الاهلي غير تغييرتين النهارده بس ايمن اشرف ودي تغييره معتاده وتغييره واكرم اكرم توفيق مكانه مكان وليد مكان وليد وليد يعني. طبعا تغييره اكرم بالذات كانت تغييره يعني شايفها في وقت معين كانت مهمه جدا ازاي انا لعيب قوي زي اكرم من الديفندرات اللي عندها قدره في استخلاص الكره بشكل جيد جدا وفي نفس الوقت كورته حلوه صحيح. يمكن هو لسه ما خدش فرصته لغايه دلوقتي طبعا كان انا مرنته في انبي لعيب ديفندر قوي كان بيلعب معايا على طول يعني أيوه. لما كان كل ما تطلع على طول صحيح. على طول لعيب كويس وسنه صغير مواليد في المنتخب الاولمبي هو صحيح. لعيب يجيد الشغل الدفاعي بشكل جيد فهو خرج وليد ولعب بقى بالديفندرات الثلاثه ازاي في الوقت نص الملعب بقى في نص الملعب وابتدى يمسك الكوره ابتدى يعني بالزبط. عنده القدره في الاستحواذ على الكوره فكانت التغييرات ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي يعني تغيير ايمن اشرف المره دي لا ايجابيه يعني اتقفل بيها كويس جدا الجنب مع علي معلول واشتغل بشكل كويس الاثنين في الجنب دوت اكرم في نص الملعب اتقفل كويس جدا وظهرت لها مساحات كتيره بس خلاص انت الفرقه استسلمت وانت كسبان 1-0 وخلاص الامور كانت بالنسبه لك جيده وممكن كنت تخطف في هجمات المرتد كان ميدو جابر كان وليد ازارو كان في حاجات ممكن تعملها حتى اكرم كمل في واحده يعني في كره اشتغل قطع وده الصح بقطع وبكمل في المساحه الفاضيه اشتغلها بشكل جيد فانا شايف التغييرات ايجابيه جدا التغييرتين النهارده يعني مش محتاج انا اعمل الثالثه يعني في وقت معين الفرقه ماشيه كويس فممكن اعمل تغييرات تبوظ التون بتاع التيم نفسه لكن هو التغييرات في توقيتات معينه والنتيجه ماشيه كانت مظبوطه هو عامه مفهوم التغييرات يا كابتن اسامه برضه حضرتك قبل ما اخد رايك في تغييرات الترجي مفهوم التغيير انت بتحافظ على نتيجه يا عايز تغير نتيجه يا عايز يعني تغير يا تغير رتم لعب او اداء التغييرات الناس يعني متوقفه على حاجات كتيره جدا يعني معطيات كتيره بتحصل لك في اللقاء فمش شرط انك تغير ثلاث تغييرات مش شرط انك تغير في اول المباراه مش شرط انك تغير في نهايه المباراه يعني لا التوقيت بتاع التغيير ولا عدد اللعيبه اللي تنزل هو ده الاهم المهم انت بتنجح في التغيير ده عشان تحول بيه حاجه او تمنع بيه حاجه في ناس ممكن جدا واحد مش موافق يغيره بعد 25 30 دقيقه ملخبط له حاجه في الناحيه الخططيه ولذلك في بعض الناس في الجماهير المصريه تستغرب ده غيره بعد 25 دقيقه ايوه ما هو ملخبط لي حاجه في عامل حاجه فيها خلل ممكن مثلا زي النهارده حصل تغييرين يقول لك طب ما غيرش الثالث ليه ممكن ما احتاجش التغيير الثالث افرض الناس اللي في الملعب قايمه بوظائفها ومش محتاج ان انا اغير فلا توقيت التغيير ولا عدد التغيير انه لازم يتم في توقيتات محدده دي بتبقى تابعة لحاجات معطيات كتيره جدا يعني طيب اخد راي حضرتك في تغييرات هتكلم كمان فضل. على حاجه كويسه بالنسبه تتحسب للجهاز التغيير بتاع طبعا ايمن شفنا الترجي في فتره في نهايه يعني بعد نص الشوط الثاني ابتدوا يهجموا شويه يروحوا من الناحيه اليمين كتير قوي معلول طبعا الناحيه زي ما قلنا الهجوميه فكان لازم تقفل عليهم الحته دي بايمن اشرف كذلك برضو تغييره اكرم في نص الملعب يمكن انا كنت قاعد جنبك وقلت لك في التغيير الاولاني هو هيغير ايمن اشرف قال لي حيال يعني دلوقتي هيغير ايمن اشرف حته اكرم انا كنت متخيل ان ممكن يعمل تغييره ثانيه نزل صلاح محسن ان هو الترجي بيهاجم ممكن كل خطوط وعايز سرعات ما وجهه نظر برضه السرعات فسيد قال لي لا ما هو ممكن عايز يقفل نص الملعب باكرم اللي تحسب كانت تغييره كانت هتعملها كانت تطلع ميدو وجابر بالظبط كده ميدو جابر واقف على الكوره كويس جدا كان واقف على الكوره كويس الميزه اللي تحسب للجهاز بقى كمان ان واحد زي اكرم ما بيلعبش وينزل اخر 12 دقيقه يعني نزل يمكن في الدقيقه 82 او حاجه زي كده 82
فان هو يبقى بالحاله كويسه اللي ظهر فيها خلال ال 12 دقيقه وربع ساعه لعيب كويس في وسط الكلام ده سهل. انت عارف برده اللي بينزل متاخر وفي وسط اجواء صعبه ممكن يلاقي ان هو نازل باين ان حالته عاليه يعني. خافش على اكرم. اه لا انا بقول لك اكرم لعيب كويس. ما تخافش على اكرم يعني يمكن حاربنا طالعه ولا على طول شرس شرس جدا عنده ما تهزرش معايا يعني. تحملاته عاليه متخيلين ان الفتره الجايه هياخد بقى تحملاته عاليه. خلي بالك برده دي كل مرحله مهمه قوي في اللعيب الصغير امتى ياخد برده يعني امتى ياخد الفرقه تساعده بشكل. اعتقد ان الماتش ده من اكرم توفيق خدوا مني الكلمه ديت الماتش ده ممكن يكون وفر على اكرم توفيق سنتين ثلاثه قدام الماتش ده تحديدا. اوكي متواصلين معاكم على صفحتنا على الفيسبوك ونشوف ارائكم جماهير النادي الاهلي بتقول على اللقاء ونطلع نشوف تقرير كمان خاص بالجماهير او نشوف حاجه محضرها لنا سمير سمير بيفاجئنا على الهواء ونرجع نكمل مع ضيوفنا ونشوف تغييرات الترجي من وجهه نظر فنيه. في ليله حلوه يفوز الاهلي كالمعتاد على الترجي في استاد رادس 1-0 الهدف لوليد ازارو. المواقع الرياضيه المصريه هنشوف تناولت الموضوع ازاي. كابتن حماده كابتن حشيش كابتن اسامه عرابي. بوابه الاهرام بتقول الاهلي يقتنص فوزا مهما من الترجي على ارضه اليوم السابع ولنا في رادس ذكريات. الاهلي يسقط الترجي ويصعد لدور الثمانيه بدوري الابطال. الوطن لا جديد رادس أهلاوي للمرة الخامسة على التوالي. كورة الأهلي ينتزع الصدارة من الترجي في عقر داره. جنة الأهلي في رادس ده من يلا كورة. جنة الأهلي في رادس تشهد حفلا جديدا على شرف الترجي. في الجول النسر يحلق فوق سماء رادس. الأهلي يفوز على الترجي ويتأهل لربع النهائي. خالد بن يحيى في الجول مرة تانية. الصدارة مجرد شكليات والأهلي قدم مباراة كبيرة. هو انضم لنبيل معلول وفوزي البنزرتي. وأنا بقول كمان كده في ملعب الأهلي ياريت الكل يتداولها كمان على المواقع وحتى في بيننا وبين بعض. الأهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه. الأهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه. لغة عربية؟ اه ليك انت في القراية ولا لا؟ اكيد يعني مرة رحت اشتري كتاب من مكتبة في مدينة نصر كده فقال لي ده انا زبوني الدائم اسامه عرب في عباس العقاد عارفها؟ اه طبعا مكتبه. قال لي زبوني الدائم اسامه عرب
مثقف اسامه قوي من يومه على فكره. لا بتكلم والله جد قوي 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 ويفهم في الاشياء. ايوه عارف وله تحليلاته كده الجميله. عارف انت استاذ مزيكا لما قال له قول لي ده مزيكا الاصل. لا لا استاذ مزيكا عارف استاذ مزيكا لما قال له ايه جورج سيدهم في المتزوجون قال له ليك في السياسه قال له السياسه ده انا الشعب قال له تعرف تعرف ايه عن سياسه الوفاق قال له يا واخد من وفق رصيد في الحلال سياسه مستفزه فندم لا خلي بالك سيد اسامه فعلا كده من زمان وهو صغير وكان معانا في المعسكرات وكده كان يقعد يحكي لك يعني يتخيل ويتامل له هو شوبير هو شوبير طب طبعا ومين تاني بقى الثالث يا اسامه كان مين في التخيلات مصالح محمود صالح كان بيتخيل بيقف كده قدام قدام الشباك وقعد لوحده كده ده مدرسه محمود صالح لا انا فوجئت ان انت بتقول ده مخيف انا يعني هو طبعا جميل جدا انا بحبه طبعا كل حاجه لكن فوجئت ان ده مخيف مساء الفل عليكم جميعا والف الف مبروك لكن نخرج بقى فنيات تاني مع تغييرات الترجي كابتن حماده انت تغييره وكابتن حشيش تغييره وكابتن اسامه عرابي تغيير عندكم تغييرات طبعا هو اول تغييره كانت اضطراريه في الدقيقه 8 يمكن خروج بلال المجري ونزل انيس البدري أوكي. دي كانت تغييره اضطراريه يعني ويمكن برضو بتعمل مشكله للمدرب يعني انت بتعمل حاجات معينه في اول 8 دقائق بيجي لك تغييره اضطراريه مش عامل حسابك عليها بتغير لك حاجات برضو كتيره يمكن عود يمكن التغييره ما كانتش موفقه انيس البدري واضح اللي هو راجع مش جاهز مش جاهز فجت دي جت لصالح النادي الاهلي التغييرات الثانيه كان بيتكلم عليها يعني انا بتكلم برضو هتكلم على خروج الدربالي من ناحيه اليمين لا الدربالي اخر تغيير انا هتكلم على خروج محمد علي منصور في 68 نص ملعب بنزول برضو محمد بن صغير كان ممكن عايز هو يزود الضغط الهجومي شويه وان واحد برضو يقدر عنده سرعات ويكمل مع الخنيسي فدي وممكن يكون التغيير ده هو احسن تغيير عمله لان احنا فعلا بعد نزوله حسينا برضو ببعض الخطوره الهجوميه وكان في فاولات على ال 18 كتير في بالنسبه ل 18 النادي الاهلي. طيب التغيير الاخير يا كابتن اسامه هو نزل المسكيني طبعا انا شايف ان تغييراته كانت متاخره مكان الدربالي يعني هو طبعا تغييره الاولانيه دي اضطراريه بتاعت انيس البدري لكن انا شايف ان محمد علي بنصر النهارده كان عامل له مشكله كبيره قوي في نص الملعب فتاخر في تغييرته جدا يعني حتى في الشوط الاولاني قلت بين الشوطين هيغير محمد علي بن بنصر محمد علي بنصر هو غيره في الدقيقه 68 اللي هو حشيش اتكلم عليها ولعب انيس البدري في النص ومحمد صغير محمد بن ماري صغير وبليلي على الاطراف نشطت شويه بس هو جات متاخر وبرده المسكين منزله في الدقيقه 88 مكان سبع البدري طبعا هو بيحاول يزود الناحيه الهجوميه ولكن متاخره برضه متاخره انا ما حسيتش ان في جرأة من التغييرات بالنسبه لخالد بن يحيى الاخيره ديت اللي شال متاخره برضه وحط هاف مكانه كنا احنا قفلنا بعلي معلول كنا قفلناه صحيح هو اتاخر في تغييراته هو اتاخر طبعا الاولانيه دي بدري وغصب عنه اللي هي بتاعت انيس البدري مع المجري لكن محمد علي بن منصر كان المفروض من بدري يطلع ويبقى عنده جرأة اكتر من كده ونزل ماهر الصغير اتنشط والتانية متأخر كتير فيها قوي وما فكرش يلعب يعني على الاقل كان في الاخر اخر 10 دقايق يلعب راسين حربة يا عم كويس يعني لا لا احنا بنتكلم على تغييرات يعني ما فكرش ان هو بس يبص يلعب باثنين راس حربة هو كان هو متعمد برضه غير يعني موفق غير موفق طبعا واضح لو كان مضطر عايز يلعب برضه من مصمم يلعب من الاطراف ده اللعيبه واضح هو كان قلقان وخايف صحيح والخوف كان واضح حتى للعيبه صحيح بيجي من المدرب طبعا طيب ده وصول البعثة للفندق على طول كابتن خطيب وكابتن سمير عدلي الصورة طبعا واضحة يعني بعثة الفرقة النادي أو فرق النادي الأهلي ده أتوبيس الفريق أكيد طبعا جزء من السفارة المصرية وموجودين بيقدموا كل أي شيء بيطلبه النادي الأهلي طبعا الناس ما بتتأخرش أبدا وصول بعثة النادي الأهلي أيمن أشرف والمجموعة ككل كابتن بيه وهيسلم طبعا على كل الناس فرحه حلوه طبعا انتصار كبير جدا وانتوا مش هتشوفوا الكلام ده غير في ملعب الاهلي يعني مش هتشوفوا الكلام ده غير في ملعب الاهلي كارتيرون المدير الفني مع كابتن خطيب كابتن اسامه كابتن يوسف هيبوس كابتن خطيب طبعا عشان كمان المكافئات كابتن مصطفى كمال
عمرو طبعا مترجم. استاذ عمرو مترجم رائع. عمرو معلول ازهاره ليندمان كابتن سامي قمصان سيمو حلل الاداء صلاح محسن بلو دور ان شاء الله الرحمن في اللي جاي مروان محسن دكتور خالد دكتور هاني تغذيه احمد حمدي دكتور نبيل اللي فات احمد حمدي السلية ومحمد هاني احمد فتحي كلوبالي قصير كلوبالي كلوبالي نزل طبعا بتشعبط عشان هشام محمد بحييه يا رب تبقى نقطة انطلاقة كبيرة لهشام محمد بإذن الله شناوي أحسن جول في أفريقيا نيدفيد سعد سمير محمد نجيب أرجل الشخصيات صحيح. اللي تعرفها على طول ده الأوتيل أكيد كده وتورتايا تورتايا والسفارة ومبروك مكتوب عليها إيه مبروك الأهلي مبروك الأهلي التورتاية دي انا شفتها كتير قبل كده في تونس بالذات ايوه نفس الشكل نفس المكان مش نفس الاوتيل كمان يا سيد لا ده مش الاوتيل مش ده طبعا ما ينفعش اقوله ده التاني اوتيل تاني الجاليه المصريه احمد سمير في الجاليه من الجاليه المصريه اهلاويه هناك في تونس انت عارفين ان احنا بقى لنا جمهور كبير جدا استاذ ماهر وعمر الاداريين النادي انا بتكلم بجد والله مش هزار بقى لك مشجعين في تونس عارفين المعلومه دي في المغرب فاكر يعني أنا لا من اصول اصول التونسيه وفي المغرب في اسمها لميا يعني فاكر انت في المغرب عامله جروب في اهلاوي فظيع جدا بقى ليك مشجعين من كتر انتصاراتك صحيح اصل الولد الصغير بيطلع على ايه بيطلع على البطل بالصحيح. بيشجع البطل او اللاعب القدوه اللاعب الفاز اللاعب او على التشجيع طبعا اللي بيحقق انجازات يعني هي لفته حلوه طبعا من كابتن الخطيب برضه نستقبلهم على طول معتاد يعني معتاد على كده طيب عندي حاجة غريبة مش فاهمها إلا لو فيها إصابة لعيب في تونس أو الترجي التونسي اسمه سعد بجير سعد بكير ده اسمه كده لعيب هايل جدا يعني هو مش بقوة على فكرة أو فاعلية أو إيجابية أنيس البدري مش بالقوة دي أنيس مش جاهز النهاردة أنيس البدري مش جاهز هو لعبه متناوب حاجة تانية برافو عليك طبعا يعني بيلعب 10 او رقم 10 في الملعب نموذج ممكن يكون مصاب طبعا. انا ما عنديش المعلومه اكيد طبعا وحتى مش بره طبعا اشول هو بيشوط فاولات كويس جدا بيشوط البطوله العربيه السنه اللي فاتت مظبوط وبيشوط كمان الكور المتحركه كويس بيصنع لعب كويس البطوله العربيه السنه اللي فاتت كان بيلعب مع المدرب التونسي الخبير فوزي البنزرتي وحتى انا افتكرته ان هو مشي لقيته في التشكيله ال21 اللي هم كان حاططهم في المباراه خالد بن يحيى بس بره ال18 يعني شالوا بره انت مش موجود في ال ممكن تكون بقيت هم عندهم مش عارفين بقى ما تعرفش لسه ما ابتدوش الحاله البدنيه عامله ايه ممكن الحاله البدنيه عشان هم لسه ما بداوش هيبتدوا يمكن الاسبوع الجاي وهيثم الجويني برضو لعب الماتش الاولاني لو تتذكر وهيثم الجويني لعب هجامه كده وبعرضه بس سعد بقير لعبه اللي هو اللعب المهاري اللي بيعدي ويشوط وبيعرف يوصل للجون طبعا وبيسلم صح ايوه وقريب من نصر ماهر كده عارف أيوة نصر أيوة مظبوط مظبوط طيب كابتن حماده اديني مدلولك او تحليلك عدد انذارات الترجي 4 عدد انذارات الاهلي 2 رغم ان المباراه بره هل ليها مؤشر ولا الموضوع بالنسبه لك عادي لا عادي وارد يمكن النتيجه نفسها عملت عصبيه عند فريق الترجي انذاراته اكثر طيب. طبيعي في الاخر حتى الانذارات الكتيره جت في الاخر الالتحامات خشونه عايز استعجال للكوره ده طبيعي يعني النتيجه الاهلي الكسبان فاكيد بقى في الانذارات الفريق الثاني من الخشونه وكانت ممكن توصل للطرد كمان يعني انا شايف اسمه طبعا تستاهل الطرد فرانك كوم ده يعني في كورتين بتاعت ناصر ماهر كان ممكن يعني لازم فيها طرد ما كانش في حاجه خالص وعلى الاقل انذار لا فيها لا دي فيها اذى طبعا بقوه طبعا. خد انذار في كوره بيحجز عليها بس بيحجز بقى بقوه بكل جسمه صحيح ووليد طبعا عنده خبره عارف يقع فيها صح صحيح بس هو يعملها صح هو داخل بتهور فيها
دي اللي خد فيها انذار. انذارات بقى تتوالد بعد كده لفريق الترجي في الاخر. متسربعين عايزين ياخدوا الكره بسرعه، النتيجه مش في صالحهم، اعتراض على الحكم. يعني في انذار برضه، كان في اعتراضات على الحكم كتير يعني. طيب الغريبه ان انذارات بقى الاهلي العكس مش للخشونه يعني. وليد سليمان الظاهر كان بيتكلم معاه في الحيطه. في الحيطة. كان بيتكلم معاه كذلك برضه ميدو، ما شفناش لعبه خطر او فيها خشونه يعني. لا كان فيها ممكن يستاهل. لا ميدو يستاهل، لكن بتاعت وليد ما كان الظاهر الحيطه لازم الحكم ترجع بسرعه. بيدي اول واحد الانذار. مظبوط. طب كابتن اسامه بكره بقى يعني تفكر في بكره، هو بكره اجازه بالنسبه لكارتيروني ده، لعيبه النادي الاهلي بكره اجازه، لكن عندهم مواجهه يوم العيد يوم الثلاث اللي جاي، وادي دجله، تدوير اللعيبه، وعندك مباراه بعديها بنتيجه النهارده خدت ارتياحيه كبيره جدا في المباراه بتاعت كامبالا سيتي، ومباراه بكره بين تاونشيب وكامبالا ما بقاش ليها اي، خلاص ما فيش ما لهاش اي دوافع بالنسبه لهم خلاص يعني. موضوع مباراه في مشاركه في البطوله الافريقيه وخلاص يعني. لكن ازاي يتعامل كارترون مع الفتره اللي جايه وهو عنده بطوله محليه وعنده بطوله افريقيه، راحه اللعيبه، عدم اجهادها، والاصابات كمان؟ طبعا دي حاجه مهمه. احنا لما نشوف ماتش النجمه اللبناني في البطوله العربيه، هو كان عامل حوالي 7 تغييرات. يعني انت ما تشوف التشكيل النهارده عن تشكيل النجمه، في 4 بس اللي لعبوا، اللي هو وليد سليمان، احمد فتحي، سعد سمير، والباقي كله معلول ما كانش موجود، كوليبالي ما كانش موجود، زارو ما كانش موجود، هشام محمد ما كانش موجود، السوليه ما كانش موجود. لازم نحيي السوليه كمان طبعا، عمل مباراه ممتازه. لا كارثه بمعنى الكلمه. فسياسه التدوير بقى هي اللي هتمشي في الفتره الجايه، ولكن اعتقد انه انت برضو دلوقتي البطوله المفضله ليك والمحببه بطوله الدوري العام. في 4 فرق دلوقتي بقوا عندهم 7 نقاط، الزمالك وسموحه والانتاج وبيراميدز 7 نقط. فانت طبعا يهمك برضو جدا انك تكسب. فانا اتصور ان هو مش هيغير كتير في المباراه الجايه، هيغير ممكن يغير عنصر عنصرين، لكن مش هيغير 6-7 عناصر زي مباراه النجمه. لانه كمان في ناس فيهم يعني بقى لها كتير مريحه. يعني انت كوليبالي رايح الماتش اللي فات بتاع اللي هو بتاع النجمه، لعب النهارده بس. معلول رايح الماتش اللي فات. ميدو جابر كان لعب جزء ولعب ابتدى وكان رايح قبليها. السوليه لسه راجع. فهو مش كل ماتش هيغير 7 و6 انفار زي ما عمل في ماتش النجمه، لانه برده لازم يمشي في خطوط متوازيه. يعني هو ماشي في اتجاه الافريقي الحمد لله، والصفحه بتاعت المرحله الاولى اتقفلت، وبيهمه برده ان ما يبعدش عن المنافسين في الدوري. فانا صحيح. اعتقد ان هو هيدي ثقه يعني، هيعمل طبعا هيعمل تدوير بس في المرحلة القريبة دي. في الماتش الجاي انا اتصور انه مش هيعمل تغيير كبير، ممكن يعمل تغييرة او تغييرتين على الاكثر. يعني اذا ما كانش هيلعب بنفس الناس، يعني ممكن حسام عاشور يبتدي يرجع تاني عشان كان موقوف ما كانش مصاب. لكن مع الوقت وتتالي بقى الماتشات هيحصل بقى تغييرات. في ناس لا قدر الله هتتعب، في ناس هتتصاب، في ناس يعني مش هتبقى مستواها نزل شوية من كتر الماتشات. فالعدد مهم جدا، كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي لازم يبقى عندها طموح. احنا شفنا كان فتره ناصر ماهر بعيد خالص عن الصوره، ناصر ماهر بقى داخل في شبه اساسي. شفنا اكرم توفيق ما كانش مقيد افريقيا، وحتى احنا لما جينا اتكلمنا على الاضافات الافريقيه قلنا عشان وجود حسام عاشور والسوليه وهشام محمد ممكن يفكر في شريف او الشيخ او كده، لقيناه حط اكرم ولعب. فاللعيبه لازم يبقى عندها امل، ولازم تعرف انه في اي وقت هيلاقي نفسه جوه الملعب. فهو هيحصل موضوع التدوير دوت، ولكن مش بصوره يعني دايمه وسريعه في كل وقت. لا، والموسم السنه دي يا اسامه طويل عن اي موسم، موسم طويل جدا، وبطوله عربيه الموسم ده هيخش معاك دوري بالظبط كده. وبعد كده انت داخل في بطوله عربيه، بطوله افريقيه، والدوري طبعا والكاس. وانت بتلعب بطوله افريقيه، البطوله الافريقيه بتاع السنه الجايه هتبدا وانت شغال، خد بالك. صحيح. يعني داخلين يعني الاتحاد الافريقي بيحاول يظبط المواعيد بتاعت المواعيد يعني، فدي سنه انتقاليه. مظبوط. محتاجه
يعني القيد يعني محتاج كل اللعيبه اللي معاك تبقى جاهزه في اي وقت. مظبوط. هتحتاجهم هتحتاجهم يعني مفيش حد السنه دي مش هيلعب كله هيلعب. بس طبعا النادي الاهلي هيلعب زي ما انا مع اسامه لحده التغيير هتبقى في حدود الارهاق في حدود في اصابه بتاع لكن لو جاهز هيلعب بتشكيله اساسيه هيكمل بيها لفتره وبعد فتره في وقت معين لازم يغير عنصرين اللي يبقى فيها الروتيشن يبقى فيه في اوقات معينه هو هيقراها كويس. طيب كارترون يبدو ان هو هيقول حاجات بيجهزوها وهتتبعت من هناك على طول يعني خلينا متواصلين معاه وده برضو من نجوم اللقاء لم يكن النجم الاول في اللقاء كارترون اكيد طبعا. اوكي طيب على صفحتنا تواصل كبير جدا جدا هنقرا بعد شويه كابتن حماده على تواصلنا على صفحتنا على الفيسبوك يعني ملعب الاهلي تواصل شديد جدا. عندك جاهز دلوقتي؟ يلا كابتن اسامه خليك معايا كده عشان انت لابس نظاره. طب هاتها هنا هي. مصطفى ليندمان مخطط الاحمال هو نجم اللقاء مصطفى محمود. ليندمان طبعا له دور كبير جدا. عمرو بيقول وليد سليمان. حماده وليد سليمان كان مميز جدا يا كابتن لكن اظهره سجل هدف وانقذ هدف مؤكد يبقى يستاهل رجل المباراه. امير سليم وليد سليمان لابسه تيشيرت الاهلي و100 100 وين. حماده تاني ازارو اكيد وانت احسن اعلامي في مصر والله دي حاجات صغيره بقى ما بصش ليها يعني ولاعيبه الاهلي كانوا رجاله. عثمان الفريق عثمان الفريق كله بصراحه كابتن حتى التغييرات اللي عملها المدرب ومخطط الاحمال والحارس كله 100 100. محمود مجدي وليد سليمان رجل المباراه وبيلعب بروح الفانيلا الحمراء وافريقيا اهلي الاهلي فوق الجميع رغم انف مش عايزين نكمل بقى مش مشكله يعني الحاجات دي أنا. كويسين ايه يعني طب ادينا شويه كمان يا ابني في الناحيه. طيب كابتن حماده عمرو السليه انا ما بتكلمش على نجوميه انا بتكلم على شخصيه لاعب عمرو متعور كابتن اسامه كابتن حشيش من مباراه المصري خرج في الشوط الاول لو تتذكروا في الدقيقه 39 خلفيه تقريبا او ضم كانت الخلفيه شعر بحس اصابه عضليه تبقى مشكله واحد بالاصرار ده انه يكون حريص جدا موجود في مباراه كبيره مش عايز اقول ان ده بيحصل لكن ممكن يكون موجود في بعض الشخصيات اللي في الرياضه عشان كده تلاقي الوصول ضعيف حتى لما بيوصل ما بيستمرش لكن العقليه والتفكير والدماغ والاهداف اللي بتحطها لنفسك وعايز تحققها بتساعدك على تحقيق مستقبلك او تميز في مستقبلك. انا حزين لوليد سليمان وعمرو السوليه ما كانوش في كاس العالم. برافو عليك بجد برافو عليك الاثنين استهلوا وصلوا لمرحله النضوج عاملين موسم رائع وحزنت ان هم ما كانوش موجودين في كاس العالم بس ده اللي اقدر اقوله على الاثنين بيفكروا كويس مقوم عندهم الخبره وليد وعمرو السوليه. طب انا معاك 100% في موضوع طبعا الاثنين. وليد والسوليه واخد نهج شويه عاشور جندي المجهول للناس ما تبقاش يعني شايفه في الملعب دوره المهم ووجوده اللي هو المتميز في لعيبه كده بتبذل مجهود جامد بس ما بقاش في جندي مخوخ خلي بالك زمان كابتن اسامه كابتن زمان كابتن مش عايز اقول كابتن اسامه اتظلم فيها دي لكن النهارده في الاستوديوهات التحليليه ما اتظلمش ولا حاجه ده اتصيط و100 100 وراح يلعب كاس العالم عشان ما سخنش علينا بقى حتى من 30 سنه بيلعب اقول لك على حاجه ما احنا استنى بس شرف ليا الشرف ان انا لعبت مع كابتن اسامه عرب ما بيقول لي لعبت معاك طب اتفضل ليا الشرف طبعا وفرق السن اخر ثلاث سنين كل سنه في الاخر كده اخر ماتش يقول لنا ايه يقول لنا خلاص انا صح ولا لا انا مبطل بس هتلاقوني في الجنينه بتاعت المانيا انتوا بتجروا وواحد يوم طلع قعد طلع مش هسيبكم من ورا الشجر مش هسيبكم ودي معلوم اسامه اتفضل كمل يا كابتن حشيش لا يعني هو السوليه طبعا لعيب متميز وبيزيد طبعا سنه عن سنه زي ما بقول لك يمكن في ناس كثيره جدا زي حسام عاشور ما كانوش متخيلين مدى اهميه وجود عاشور في الملعب لان هو ممكن اللي يكون متخصص شويه او فني قوي هو اللي يقدر يعرف قيمة اللعيب ده في الملعب ويمكن كباتن بقى مدربين كبار ويعرفوا الكلام ده من يعني السولية هو واحد من الجنود المجهولة في النادي اللي بيلعب الماتشات كلها وأشوف طبعا المرة دي أو بالتحديد الماتش ده راجع من إصابة كان ممكن عذره موجود مع أنه إحساسه طبعا بأهمية اللقاء النهاردة وأهمية وجوده في الملعب دي حاجه تحسب له بصراحه يعني. عايز تضيف حاجه كابتن اسامه؟ لا هو فعلا سوليا يمكن وده طبيعي بداياته كانت مع النادي الاهلي
كانت بطيئه لكن بقاله سنه ابتدى يعلى جامد قوي، ولذلك كلنا نادينا ان هو يكون في المنتخب يعني، وان شاء الله نتمنى له الفتره الجايه. النهارده قام بدور كويس جدا، اللي كنا متخوفين منه ان قلنا حسام عاشور بيعرف يتمركز قدام المدافعين وبالذات في المواقف اللي زي دي في الماتشات الثقيله ديت، وبيمنع كتير قوي هجمات بتبقى ممكن الناس اللي مش متخصصه وما بتاخدش بالها ما بتبقاش مركزه لغير يمكن في الهجمات الخطر اللي ليك في الاهداف، لكن في مواقف بيبقى الوسط المدافع ده مهم جدا في الوقفه وتنظيم اللعب وغلق المساحات وكده. فعمرو السوليه النهارده قام بدور كبير جدا، وهشام محمد يمكن البدايه كانت قليله بس زاد مع اللقاء، فهم الاثنين قاموا بدور كويس مع بقيه اللعيبه اللي هو وليد طبعا والناصر ماهر. اللي ناقص انه ياخد اكتر. طبعا طبعا. السوليه طبعا بيلعب بصفه اساسيه بقى له فتره كبيره، انما هشام محمد برضو يعني فترات متقطعه، فبرضو في لعيبه عايزه تاخد. لا في منافسه كويسه كويسه لصالح التيم. صح. في المنطقه دي الوقت بيجي بتريح المدير الفني دي ولا بتتعبه يا كابتن حمادة؟ سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. يعني عايزه مدير فني يقدر يستوعب اللعيبه دي، الاربعه كويسين، عندي حسام عاشور، عندي السوليه، عندي هشام محمد، عندي اكرم، فعندي اربعه في المنطقه ديت اي اتنين يلعبوا، بس الاتنين التانيين ما يقعوش منك. فدي عايزه شخصيه المدرب نفسيا بقى يعالج نفسيا كمان، يبقى قاعد وهو تقريبا مستر كارتيرون عنده الحته دي كويسه، هو شاطر جدا في التعامل مع اللعيبه. هو الموضوع ده سلاح ذو حدين، يعني لم كتر اللعيبه المميزة حاجة بتبقى بتسعد المدرب انه عنده ما عندوش مشاكل في المراكز ويقدر يحط في اي وقت، وقلة اللعيبة متعبة انك انت لما يكون عدد قليل قوي وما عندكش غيرهم، ولكن في مدرب بيلوس لما يكون عنده نجوم كتير او لعيبه كتير، يعني ما بيعرفش يدير بقى، تلاقيه بقى كل ماتش ده وحش النهارده يروح مغير خمسة ستة ويغير دوت وعايز يرادي دوت وعايز يرادي دوت. المفروض يساب التشكيل المفروض يعني. طبعا طبعا في وقت عنده لعيبه كويسه يعني، هي مشكله عايزه الاداره بقى. عايزه الاداره، وانت طبعا اكيد مريت بالحاجات دي. حبيبي يا كابتن، عايزه اداره. ترد على التليفون عشان الكلمتين الحلوين دول. هي عايزه اداره، عايزه شخصيه، عايزه ثقه، لانك انت الطبيعي ان النتائج لما تساعدكش كل واحد هيروح قايل في دماغك حاجه، سواء نقاد سواء جماهير سواء اي حد، فممكن انت تتهز وتغير رايك بكل سهوله يعني، بالذات لو كل عايز اضعف الايمان. هقول لك ايه يا عم، ثبت التشكيل. ايوه انت هتقعد كل شويه تغير لنا في التشكيل، ما ثبت التشكيل واخد بالك. بص ده قوه الاداره، فهي عايزه حنكه. العمل الجماعي مهم جدا. اللي بيرقصه المدير الفني، لكن المساعدين اللي معاه ان كان مدير كوره ان كان مدرب هي منظومه يا كابتن، منظومه طبعا، هي شغل جماعي وكله بيخدم على الشغل فردي الهدف الاساسي. بالظبط كده. طيب برضو سؤال شاركوني فيه كمدربين كبار قوي او ناس عندها خبره في المجال ده، هل ممكن فرقه تخسر قبل ما تلعب؟ يعني وانت رايح لمباراه معنويا نفسيا مهيئ للخساره مش للمكسب، والعكس صحيح، فرقه ممكن تبقى كسبانه قبل ما تلعب، تبقى رايح الملعب وانت مهيئ نفسيا ان انا هكسب، وايه العوامل اللي بتؤدي لده وايه العوامل اللي بتؤدي لده؟ بص يعني اول حاجه مفيش حاجه اللي انا رايح اكسب، لازم ابقى عندي شيء من الحذر شويه، حتى لو رايح العب اي فرقه ضعيفه فرقه بتاع، لازم يعني اعمل حساب التيم كويس جدا اللي رايح العبه، مهما يكون اسمه كبير صغير، لازم احترم الخصم بشكل بس في منطقه وسط، مش منطقه ولا تعمل لي توتر عالي ولا تعمل لي ريلاكس قوي، لازم ابقى في منطقه معينه اللي انا هنقله للعيبه، اللي انا هيئ اللعيبه لحاجه معينه. في مدرب ممكن يدي احساس للعيبه احساس انهزامي، تلاقي اللعيبه ده حتى وهو بيتكلم على في المحاضره تلاقيه مثلا عمال ياكد على الدفاع بس. بتحس اللعيبه بكده؟ طبعا بتحس. طبعًا. ده عايزنا النهارده لاعب مش عارف بيتردد فندر وواحد يسقط تحت مش عارف ايه وثلاثه ده الان من الماتش، خايف من الماتش. فبيحس انت الان الماتش بيتنقل للعيب، اللعيب ذكي جدا، واللعيب بالذات اللي هو مر بمدربين كتير كبار وصغيرين واجانب ومحليين،
فبقى عنده خبره برضه. لعيب مش لعيب مخه كويس طبعا. بيقرا انت بتقول ايه في المحاضره، بتتكلم ازاي، مهزوز في وسط المحاضره انت بتتكلم كده، اتهزيت في حته، ابتديت تهتم بالناحيه الدفاعيه قوي قوي قوي، وبتتكلم على الهجوم يعني كلمتين ثلاثه صحيح. فاقول لك اه ده عايزنا ندافع النهارده، عايزنا مش عارف ايه. وفي مدرب بيدي الثقه للعيبه، بيكلمها ازاي بشتغل على الناحيه النفسيه كويس جدا. يعني المحاضره اللي هي في محاضره صغيره بتتقال يمكن قبل ما ينزلوا اللعيبه، غير المحاضره بتاعت بالليل، غير طبعًا. الفيديو، غير الحاجات اللي هي المحاضره اللي هي بتعمل فيها الرتوش وبتدي الدوافع للعيبه، هي دي اللمسه الاخيره بتاعتك. انا عايز اكمل على كلامك فضل. انا 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 في رايي يعني من خلال برضو الواحد اتمرن مع مدربين كتير قوي ومدارس كتير قوي، مش من المحاضره كمان يا حماده، من الاسبوع اللي قبل الماتش او من الايام اللي قبل الماتش تفر بقى مثلا 3 4 ايام، بيبقى باين في التمرين ووضع اللعيبه حاجات معينه كده في وسط التدريب بتبين ان المدرب ده قلقان من الماتش اللي جاي، مش عايزك تاخد الثقه في النقل مثلا يعني الكتير، عايز تلعب كذا كذا. ممكن اللعيبه اللي عندها خبرات تحس بالمدرب، لان طبعا اللعيبه اللي عندها خبرات من كتر التعاملات مع مدربين كتير فبيبقى عارف ده المدرب ده شكله ايه الماتش الجاي. وبتيجي بقى التكمله زي ما انت بتقول، ما كده المدرب اللي بيقعد فتره في نادي اللي ما كانش بيجدد دوافع صحيح طبعا، وهو الاول هتتنقل للعيبه صح. يعني انت خلاص بقى انا حفظتك، انت كل مره بتقول لي كذا كذا بلاك ثلاث اربع سنين نفس الكلام، رد فعلك خلاص انا خلاص. هو برده خلي بالك، الثقه ما بتجيش بس بكلام، يعني ما يعني ما اجيش انا مثلا ماسك فرقه ضعيفه جدا واقول لهم ايه وقعية. احنا مثلا هنلعب النهارده ونكسب 5 ونهاجم مش عارف ايه، فدي ثقه ما تجيش كلام بس، ثقه بتيجي تدريب، بتيجي نتائج، بتيجي تاريخ اسم النادي قوته، فمش مجرد الكلام، يعني في عوامل كتيره جدا بتساعد في موضوع الثقه دي. فالمدرب نفسه لما بيبقى بيشتغل في اوضاع معينه مهيئه، الجو مهيئ له من اداره لجماهيريه لامكانيات ماديه لبتاع، يعني عوامل بتساعده يعني. ثقته بنفسه بتزيد، والثقه دي كمان بينقلها للعيبه. لكن ما يبقاش انت متكتف او ايدك متكتفه من كل حاجه وهتدي الثقه بكل سهوله لفرقه بعيده قوي. فهي يعني مش مجرد بس كلام، يعني فيها عوامل كتير قوي عشان الثقه دي توصل. وفي حاجه كمان يا اسامه برضه تعودنا عليها، في بعض المدربين يا حماده وانت طبعا مدرب وعارف، لازم بعض اللعيبه تكلمهم على المستوى الشخصي، مفيهاش كلام عام، لان استقبال لعيب للكلام غير استقبال لعيب تاني. لازم في لعيبه لازم تديها دايما الثقه، انت محاور في الملعب مثلا لازم تدي الثقه لبعض اللعيبه وتتكلم معاهم يعني كلام جانبي غير لازم. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان احساسي وانا بتكلم مع لنا اصدقاء طبعا تونسيين كتير جدا وانت بتتكلم معاهم قبل المباراه، احساسي في كلامهم ان عندهم الحته الانهزاميه خلاص، الانهزاميه عندهم ان الاهلي هيلاعبوا على رادس هو مغروب. طب انا هرد على كلامك، انا شفت انا قلت لك ايه؟ الثقه دي جت من ايه؟ او عدم الثقه ده من اللي حصل ليهم 3 4 5 مواقف ورا بعض. لكن انت كنت تكلمه مثلا قبل ما الاهلي يهزموا الهزيمه الاولانيه هناك او بعد الهزيمه الاولى، يقول لك لا احنا ابتدت النتائج اللي حصلت والنهارده كمان اكدت، ابتدت بقى الثقه تتهز عند الجماهير. نروح لكارترون نروح لكارترون. تحياتي ليك من جديد كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي نجوم الاستوديو التحليلي، بنبارك طبعا للنادي الاهلي، بنبارك لمستر باتريس كارتيرون. والحقيقه طبعا في هذه اللحظات بينضم لي المدير الفني لفريق النادي الاهلي مستر باتريس كارتيرون. في البدايه طبعا انا بوجه له كل الشكر طبعا والتحيه على ادارته الفنيه الرائعه للمباراه، حاجه يمكن مش غريبه على مستر باتريس خلال المباريات اللي فاتت، من نقطه ان احنا نوصل 10 نقاط ده يحسب للجهاز الفني ويحسب للاعبين، تقييمه بشكل عام للمباراه حابب يقول ايه وشايف النهارده الجيم ازاي بالنسبه له؟ Le premier objectif pour moi c'était vraiment de redonner une âme à l'équipe lors de mon arrivée. Je sens qu'un état d'esprit formidable est en train de naître au niveau de l'effectif, donc par rapport à ça je suis très content. Le deuxième aspect quand on arrive, et mon ambition c'était vraiment aussi de donner une solidité défensive exceptionnelle à cette équipe. C'est également en train de prendre forme, donc sur ces deux aspects je suis très content qu'on ait pu aujourd'hui se tester face à un des concurrents au titre.
et qu'on ait montré toutes ses qualités, qu'on ait su être aussi solide, aussi sérieux et prendre les trois points. انا ما وصلت النادي الاهلي كان عندي هدفين او طموحين. الهدف الاولاني احط روح اكتر للعيبه واعمل روح, اعتقد خلقت روح كويسه واللعيبه باين روح النهارده وادائها في الملعب. تاني حاجه ان اشتغل على الدفاع, يبقى في دفاع قوي يعني جدير باسم النادي الاهلي, واعتقد اشتغلنا عليها وكان باين النهارده. والنهارده قسنا نفسنا, قسنا قوتنا قدام فرقه كبيره مرشحه للقب الافريقي, واعتقد كنا كويسين. وانا سعيد والماتشات الجايه ان شاء الله يبقى اداء افضل. يمكن الجيم كان فيه بعض الاحتكاكات القويه, يمكن شفنا مستر باتريس وجال الفني كان يمكن متضايق شويه, نظرا طبعا ان احنا مش عايزين نفقد حد من اللعيبه. ده كان ليه تاثير على الجيم شويه, وقال ايه للعيبه عشان الاحتكاكات القويه دي؟ On savait que ça allait être une opposition en Afrique, c'est toujours des oppositions très physiques. On savait que l'Espérance voulait nous battre, voulait marquer les esprits en battant Al-Ahly et prendre la première place du groupe. C'est pour ça qu'il fallait aussi être prêt physiquement. Je trouve que il y a eu énormément de fautes de leur milieu de terrain défensif qui a fait de très grosses fautes, et pour ne prendre finalement qu'un carton jaune, et il me semble qu'il aurait dû être expulsé beaucoup plus rapidement dans cette partie. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit en championnat ou en Afrique, on soit aussi solide, c'est-à-dire que les gens comprennent que maintenant, même si on veut aller dans le duel physique, Al-Ahly a du répondant et peut montrer également un visage athlétique. والنقطة احنا كنا عارفين متوقعين هيبقى فيه يعني احتكاكات واداء قوي من فريق الترجي. فريق الترجي طبعا عايز يحافظ على فرصه يبقى اول المجموعه. اللاعب الارتكاز بتاعهم كان عنيف جدا وخد انذار, وانا هو شايف ان كان حقه ياخد انذار تاني ويطرد. بس احنا كنا قد الكوره المشتركه دي واثبتنا نفسنا وكسبنا المباراه, واحنا عايزين بس نوصل رساله ان احنا سواء في ماتشات الدوري او بطوله افريقيا هيبقى عندنا لعيبه اقويه وقادرين يعني قادرين بدنيا انه يكسبوا القوات المشتركه والاحتكاكات وادي المباريات عشان نحقق نتائج كويسه. نقطه فنيه مهمه جدا, يمكن مستر باتريس حاول ان هو يغير في الملعب. ايمن اشرف نزل خد دور, علي معلول خد دور, وليد سليمان خد دور. لو بنتكلم على فلسفته في هذه التغييرات, لان فرقت مع النادي الاهلي بشكل مميز جدا. بس علي معلول sur les fins de match, Ayman nous apporte une sécurité défensive en sachant que on voit qu'Ali Maloul est un joueur très important au niveau offensif, mais que les adversaires ont souvent tendance à vouloir exploiter aussi ce côté-là de manière offensive en fin de match. L'entraîneur adverse venait de faire un changement, faire rentrer le numéro 17, joueur percutant, intéressant. Ça m'a semblé opportun de immédiatement faire rentrer Ayman Ashraf pour qu'on garde la même solidité défensive et qu'on puisse continuer à garder le couloir gauche dans de bonnes conditions. هو كان بيحاول قدر الامكان يدافع, يحاول يحافظ على قوه الدفاع ورا, فهذا ايمن اشرف وطلع علي معلول, يبقى ليه واجب هجومي اكتر, خصوصا لما الفريق الثاني المدرب نزل لعيب رقم 17, ده لعيب قوي وخطر, ففضل يامن, فنزل ايمن اشرف وطلع علي معلول يزيد قدام في الحته الهجوميه. واعتقد ان احنا قفلنا كويس, واعتقد كنا قادرين يعني نثبت نفسنا نقفل الموضوع ده ونقفل الموضوع الشمال اللي جابها الشمال اللي هم كانوا بيشتغلوا عليها وكان خطر علينا, فقفلناها بالتغيير ده. الفترة اللي جاية بكلموا عليها طبعا بنهني خلاص هيقفلوا الصفحة دي طبعا بالنسبة للمباراة. الفترة اللي جاية بيشوفها ازاي, اكثر من بطولة ازاي, شايف الفترة اللي جاية مع النادي الاهلي؟ On se doit de gagner en championnat les matchs qui se présentent, c'est notre ambition. Gagner ces matchs-là, il faut ensuite, on a la chance d'avoir deux matchs et ensuite Kampala, c'est-à-dire que là, on doit surfer sur cette victoire-là pour montrer un visage formidable, avoir encore plus de confiance au niveau offensif, parce qu'il me semble qu'on peut s'améliorer dans ce secteur de jeu, et garder cette même envie d'être aussi fort défensivement. بقول احنا في ماتشين في الدوري العام عايزين نكسبهم طبعا, وعايزين نستغل الروح الكبيره والحافز اللي خدناه من الانتصار. بعد كده عندنا ماتش كامبالا, هنحاول نشتغل الفتره الجايه ان يبقى عندنا فاعليه اكتر في الناحيه الهجوميه مع نفس الصلابه الدفاعيه والقوه الدفاعيه علشان نحقق نتائج كويسه. شكرا. شكرا. بنشكر اكيد مستر باتريس سكرتيرون المدير الفني للفريق النادي الاهلي. زي ما بنقول يمكن اداؤه كان اكثر من رائع, يمكن الفنيات ويمكن طريقه التغيير اللي عملها في الملعب ايمن اشرف دي يمكن كان لها تاثير شويه مع الفريق للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان متماسك, النادي الاهلي النهارده عمل جيم اكثر من رائع. يمكن احنا كنا في الاستاد متواجدين, جمهور الترجي كان بيطالب الترجي, لاعبي الترجي طبعا كان بيطالبهم بسرعه الاداء بسرعه اللعب, لكن النادي الاهلي كان بيلعب مباراه اكثر من رائعه. بالفعل النادي الاهلي يستحق الفوز في هذه المباراه, كان عندنا فرصه واثنين وثلاثه, لكن الحمد لله على هذا المكسب. النادي الاهلي حصل على 10 نقاط من نقطه وحيده, ال10 نقاط ده مجهود كبير
كبير جدا 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 للعيبه النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، ايضا كمان الجهاز الفني للنادي الاهلي. يمكن بكده طبعا تكون انتهت مباراه الاهلي والترجي التونسي طبعا هنا في تونس. خلاص يمكن لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات بيتناولوا وجبه العشاء، خلاص دخلوا على غرف بالنسبه لهم الغرف الخاصه بيهم. غدا بمشيئه الله هتكون الطائره للنادي الاهلي الساعه 11:30 هنا بتوقيت تونس، نوصل ان شاء الله مطار القاهره في الساعه 4 عصرا، وباذن الله تكون في مباراه جديده مع النادي الاهلي، بطوله جديده مع النادي الاهلي، ومنتظرين ان شاء الله مزيد من الانجازات ومزيد من البطولات مع النادي الاهلي. بالتوفيق يا كابتن سيد، واكيد بنشكر طبعا كل جمهور النادي الاهلي، قله كانت محدوده جدا، يمكن عدد صغير جدا كان متواجد، لكن بنحييهم كمان بشكل كبير جدا على اصرارهم انهم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا كريم احمد مراسلنا من هناك، عامل مجهود رائع جدا وجبار جدا، ومحمد دكروري مخرج، وكل المجموعه وكل الناس اللي مسافره للبعثه الاعلاميه اللي موجوده بتغطي الاحداث، بعثه قناه النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه بشكل كامل. كابتن حماده تكمل على او تعلق على طبعا هو الراجل اتكلم قال لك انا جيت في وقت في حاجتين تعامل معاهم. النادي الاهلي فنش السنه اللي فاتت، خد دوري طبعا، خسر كاس، خرج من الكاس، وخسر مباراه وتعادل مباراه في افريقيا، فالنهايه ما كانتش سعيده. فجاي بتكلم على خلق روح، بتكلم على ازاي اخلق روح جديده ودوافع جديده. حاجه فنيا قال لك استهتميت بالشكل الدفاعي بشكل كويس جدا، عشان ده اللي هيخليني اعمل التطوير الهجومي بشكل كويس. اتكلم على تغيير ايمن اشرف اللي احنا عايزين نعرفها. يمكن انا اتخيله دلوقتي هو لعب في وقت معين ممكن يلعب بثلاثه مساكين، وعلي معلول من في جنب بيقفل بيه بشكل كويس. قال لك لما ننزل واحد زياده في الجنب دوت فبيقدر يقوي المنطقه ديت. شرح التغييره بتاعت ايمن اشرف بيعملها ليه، فده طبعا كلام طبعا محترم جدا، وراجل فعلا بيحلل جيد وجاي عارف إن عايز إيه؟ قيمه النادي الاهلي. اوكي، وبعدين اتكلم برضو في جزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. قال عايز اللعيبه تبقى اشرس في الكرات المشتركه، وانا هحاول في الايام اللي جايه ازود في الايام الجايه الصلابه الدفاعيه. فواضح ان دي برضو هو يعني حاطط عينه عليها. انا ماشي معاه الخط اهو، بكلمكم على الشراسه انت نجم الدفاعيه، يعني اعمل اكتر من كده ايه بقى؟ لا انت يعني اتنبأت طبعا بالماتش والتغيير والتغييره طبعا. يعني ايوه ليه طلبات هيقول لك بعد الاستوديو شكله كده في طلبات هيقول لك بعد الاستوديو لوحدي، مش هروح معاه عشان حد يقبض عليا ولا حاجه. كمين عدى كمين يقبض عليا ولا حاجه. الراجل هادي متزن طبعا في كلامه طبعا، ودي عجباني جدا. برافو عليك. يعني صح، دي عجباني جدا، واضح عجباني جدا. مؤمن بالمقوله اللي هو بتقول اللي بيدافع كويس بيهاجم كويس وبيقدر يكسب. تم في الفتره اللي جايه لا مش مبالغ في الفرحه، لا لا مبالغ طبعا. يعني في اكتر من حديث قبل كده كان هادي ومتزن بيهتم بحاجه مهمه جدا كمان، هي حتى النفسيه وتاهيل للمباراه. طيب كابتن حماده نجم اللقاء، انا عايز اقول المعلومه بس على كارتيرون، انت عارف دي اول مباراه يواجه فرقه تونسيه هو يا مع مازيمبي لما كسب ما لعبش ولا فرقه تونسيه. كابتن حماده نجم اللقاء من وجهه نظرك؟ كتير والله، يعني حرام لو قلت لعيب صراحه. قول الفرقه كلها، قول اللي انت عايزه. كارتيرون والتيم كله. والتيم كله طبعا. كابتن حشيش، وليد سليمان، كوليبالي، وسعد سمير، ونصر ماهر، وميدو، جابر اكبر، يعني اهم ناس في الماتش. أنا معلش ما ينفعش واحد. طب لا هو عايز بس دول على وجه الخصوص. انا بالنسبه لي لا، هو الناس كلها طبعا كانوا هايلين، لكن انا من وجهه نظري وليد سليمان كان رجل المباراه مع الحكم الجابوني. بصراحه حكم ممتاز. يعني امتياز نادرا ما بلاقي اي حاجه مع افريقيا، بس اسالني يعني اقول لك ده اخباره يعني نتمنى الحكام كلها تبقى بهذا المستوى يعني. طبعا مع مستر كالترون طبعا والجهاز الفني طبعا. طيب اقول انا وجهه نظر الشخصيه لو سمحتوا لي. طبعا اقول ان كالترون نجم اللقاء الاول، 11 راجل في الملعب. طبعا طبعا يعني انت تاخد كلام انا بقى اخد كلامك. طيب نورت لك يا كابتن حمد. ربنا يخليك يا سايب، مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله السنين بطوله باذن الله. باذن الله تعالى. نورت لك يا كابتن حشيش. شكرا بسيط، شكرا جدا. نورت لك يا كابتن اسامه. شكرا الله يخليك يا سايب، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله عقبال البطوله نفسها ان شاء الله. بتأسف لكم طبعا لان احنا يجب ان نتواصل مع بعض اكتر من كده شويه، هنحاول يبقى عندنا جهاز هنا، هنحاول في 2018 و2019 لازم يبقى عندنا جهاز هنا داخل الاستوديو، مش هنتكلم بعض من ادوار مختلفه. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، مبروك لكل الجماهير المصريه
فوز مستحق ومعتاد على الترجي التونسي في رادس، فوز بيعمل بسمة، وخصوصا احنا ده كمان داخلين على عيد، تمام، ده عيد اضحى والاهلي ضحى بدري شوية في افريقيا. على العموم الف 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 مبروك لكل نجوم النادي الاهلي وكل مجلس ادارة النادي الاهلي وكل الجهاز الفني للنادي الاهلي. اسيبكم على خير ان شاء الرحمن، ونتقابل في يوم جديد بقى من ملعب الاهلي بكرة وبعده وبعده، يمكن هيتقابل يوم الثلاث في مباراة وادي دجلة. اصبحوا على خير والف مبروك.